كل ما وصلت لسه دقيقة. يعطيكم العافية مهندسين زملائنا الكرام، اليوم إن شاء الله رح نستكمل آخر جلسة بدورة تأسيس وإدارة الأفوكادو. إن شاء الله اليوم رح نتحدث عن تغذية نبات الأفوكادو كقسم ثاني، ورح نستكمل أيضا فيما يخص بالتلقيح أثناء التزهير ومتطلبات هاي المرحلة. إن شاء الله رح ناخذ بريك 10 دقائق صلاة على الساعة 6، والمداخلات أنا بفضل إن شاء الله يكونوا كلهم إن تطلب الأمر أسئلة على الشات، إن كان هنالك أي معلومة أي نقطة غير مفهومة raise hand، ورح نوفر إن شاء الله مدة نصف ساعة للمداخلات. تمام مهندس؟ بتمنى يا ريت من الجميع زملائنا الكرام يغيروا أو يعدلوا على الاسم المدخل أن يكون لغة عربية من 4 مقاطع لحتى الجميع يضمن استحقاقهم للشهادة. إن شاء الله مهندس إياد على بركة الله نستكمل الجلسة إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نبدأ اليوم محورنا 4 والأخير في حلقته الأولى، من نكمل موضوع التغذية اللي بدأنا به يوم أمس، ورح نستعرض سريعا الأمراض والحشرات والنظام المكافحة في القسم الأول من هذا المحور. حقيقة يعني أتوقع أنه يعني الوقت كان ضيق للإحاطة بكل هذه المواضيع، ولكن يعني نحاول إيصال أفضل ما يمكن إيصاله، وأن الجميع يستفيد من هذا الموضوع. بدي أرجع شوي أنا على يوم أمس، لأنه إحنا بدأنا في تغذية شجرة الأفوكادو، وأذكر أنه العلماء وضعوا معيارين. المعيار الأول اللي هو نوع التربة الرملية المتوسطة الجودة وعالية الجودة، ووضعوا المعيار الثاني اللي وأيضا ربطوا ذلك بحاجة النبات حسب العناصر، كم طن في الهكتار وأيضا كم سنتيمتر من قطر جذع الشجرة. وفي المعيار الثاني وضعوا عمر الشجرة كمقياس أيضا لمعرفة كم ممكن إنه هذه الشجرة تستهلك من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بشكل أساسي. الصوت واضح يا جماعة؟ إذا في أي مشاكل في الصوت رجاء تخبرونا. مهندس الصوت طيب واضح. طيب على بركة الله. فأنا بدي أبدأ بالجزء الثاني، وحقيقة اللي هو أنا بقدر أسميه أكثر عملية، اللي هو كيف نحسب إحنا الكميات التي تحتاجها الشجرة. وهذا جزء من ورقة علمية أنا قدمتها وتم إجراء أبحاث عليها في 3 سنوات الماضية، والحمد لله هي جمعت المدرستين بطريقة معينة، وفي مزارع كثير الآن بدأت تستعملها في جنوب أفريقيا. بدي أذكر المقدمة تبعتها، إنه بالإشارة إلى مراجع كثيرة ومحاولة فهم الاحتياجات التحدية لشجرة الأفوكادو، أنا بحب دائما أرجع إلى الأصول، والأصول دائما في تغذية أي محصول مهما كان نوعه، إنه هنالك حاجة لهذا المحصول ونسميها حاجة الكانوبينيد، اللي هي حاجة العناصر لتغذية هيكل الشجرة، سواء جذور، فروع، سيقان، الجذع، الأوراق الجديدة، وهي عبارة عن عادة بتكون كيلوغرام للشجرة في الموسم أو كيلوغرام للهكتار في الموسم، وهذه عادة لا تتغير، ربما تزيد قليلا كلما زاد عمر الشجرة. والموضوع الثاني اللي هي حاجة كم طن من الهكتار تحتاج الثمار من كل عنصر. فإذا جمعنا الرقمين مع بعض بطلع عندي حاجة الموسم
كاملة. في الكانوبي نيد أو حاجة النمو الخضري، وضعنا هذه الكميات التي تحتاجها وربطناها أيضا بجذع الشجرة. يعني إذا كان مثلا على سبيل المثال في الساندي سويل اللي هي نسبة الطين فيها من 0 إلى 12%، حاجة عنصر النيتروجين مثلا 5.3 جرام لكل سنتيمتر من قطر الشجرة. معنى ذلك في حسبة بسيطة، أنا كيف أحسبها؟ إذا كان عندي قطر الشجرة أو جذع الشجرة في السنة الثالثة أو الرابعة مثلا 30 سنتيمتر، بضرب 5.3 في 30 سنتيمتر وبضربها في عدد الأشجار في ذلك الهكتار، بيكون هذا عندي حاجة النيتروجين. الفوسفور كذلك، البوتاسيوم كذلك، المغنيسيوم والكالسيوم. فهذه الأرقام اللي احنا وضعناها حتى نعرف بالضبط ما هي حاجة الشجرة. وقسمنا أيضا أنواع التراب إلى 3 أقسام: التراب الرملية، التراب متوسطة الجودة، والتراب عالية الجودة. ومنلاحظ احنا فرق كبير في حاجة العناصر بين التراب الرملية والتراب عالية الجودة، للسبب اللي تكلمنا عنه في المرة الماضية اللي هو قدرة التبادل الأيوني كلما كانت أعلى، وكونها عبارة عن تعبير عن مقياس خصوبة هذه التربة. بعد ذلك ننتقل إلى reproductive needs، الحاجة الإنتاجية. أيضا قمنا بتقسيمها إلى 3 أقسام: التراب الرملية والتراب متوسطة الجودة وعالية الجودة. عالية الجودة اللي هي فيها الطين أكثر من 24%، فالكاتيون اكسشين كاباسيتي أو قدرة التبادل الأيوني بتكون فيها عالية جدا، ووضعناها ككيلوغرام لكل طن من الإنتاج. وهذه في الهاس، تمام، مأخوذة من مراجع، يعني هذه عبارة عن مراجع علمية إيش بتذكر حاجة صنف الهاس. وضعنا الهاس كمتوسط لأنه هو متوسط التبكير أو متوسط توقيت الإنتاج، متوسط الإنتاج، متوسط وزن الحبة، فدائما بيحبوا يرجعوا له كمرجع. أضف لذلك أنه قلنا أنه هو أبو الأصناف في الأفوكادو، وهو من أهم الأصناف وأغلب مساحات العالم حتى عهد جديد، يعني أصبحت أو كانت مزروعة بالهاس. الآن مثل ما سأل أحد الإخوة بالأمس، هل لاحظنا أنه هنالك أصناف تحتاج إلى عنصر أكثر من أصناف أخرى؟ نعم، هذه ملاحظات يلاحظها المزارع، ولكنها ليست مدروسة أو مسجلة أو مثل ما نقول independently approved، لأنه إحنا حتى نثبت أي نظرية علمية دائما في مجال العلم يجب أن يكون هنالك بحث أو مجموعة أبحاث علمية تقوم بها جهات محايدة حتى إثباتها. للأسف هذا مش مثبوت، مش مثبت، متروك لملاحظات المزارعين. فمنلاحظ مثلا أنه في التراب الرملية تحتاج الشجرة لكل طن من الهكتار إلى 7.1 كيلوغرام من النيتروجين. فإذا أراد المزارع أنه ينتج مثلا 10 طن، هو يجب أن يضع 70 أو 71 كيلوغرام من النيتروجين لهذا الحقل لأغراض اللي هي الحاجة الإنتاجية. نضيفها إلى الحاجة الخضرية فبطلع عندي كم احتياجات المحصول. هذه الأرقام هي أرقام حقيقية في الجداول، إحنا بنعمل عليها وبنطبقها لأكثر من عام، ويعني أثبتت نجاح. ولكن الآن بدي أذكر مثال تطبيقي على سبيل المثال للحصر، كيف ممكن نحسب إحنا، لأنه في قضية أخرى إنه في أيضا اللي هي الـ efficiency of absorbance لكل عنصر حسب كل نوع تربة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. فمذكور هنا إنه أيضا الموضوع يعتمد على مثل ما تكلمنا نوع التربة، عمر الشجرة اللي هو قطر الجذع كما تكلمنا، السويل ريزيرف كوندكتد فروم أناليسيس، بنشوف تحليل التربة وما هو محتواها من العناصر مع الأخذ بعين الاعتبار كمية المادة العضوية، وبناء عليها راح يتعدل الكاتيون اكسشينج كاباسيتي، الانفلتريشن ريت معدل جريان الماء في التربة، وهذا بجوز ذكرناه بالأمس سريعا، ولكن يعني هذا حقيقة له علاقة بكل أنواع المحاصيل
من حيث برنامج تغذية النبات، لأنه أنا مهم جدا دائما إنه لما أبعث عينة تربة إلى المختبر إن أمكن إنه هو يفحص لي الانفلتريشن ريت، نسميه معدل جريان الماء في التربة. ليش مهم هذا؟ حتى أعرف أنا التوقيت تسميدي. فإذا على رطوبة مثلا في الكاباسيتي 65% مثلا على سبيل المثال للحصر، كان عندي معدل جريان الماء في التربة مثلا 1 سنتيمتر في الدقيقة أو 1.5 سنتيمتر في الدقيقة، خلينا نتكلم في واحد سنتيمتر في كل دقيقة مثلا، معدل بطيء، ونجد أنه عمق الجذور عندي 60 أو عفوا 30 سنتيمتر. فمعنى ذلك انه انا ممكن اروي الكميه اللي انا بدي اياها، سواء بناء على قراءه الايفابو ترانسبيريشن كروب فاكتور ميثود اللي ذكرناها امس التي تعتمد على مقياس التبخر، او عن طريق البروبس وحساسات الرطوبه في التربه. الري ما له داعي، ولكن اثناء عمليه التغذيه يجب ان تكون عمليه التغذيه مدتها في آخر مثلا 30 دقيقة، لأنه عندي الجذر 30 سنتيمتر، 1 سنتيمتر في الدقيقة، يجب أن تكون عملية التغذية في 30 دقيقة الأخيرة، مضافا لها موضوع تنقية الخطوط الرئيسية والفرعية من السماد بعد التسميد. لأنه أنا ما بدي أكون ري على مدته ساعة وأجد في النهاية أنه، أو عفوا عملية الرسمدة أو الفيرتيجيشن تكون مدتها ساعة، وأجد في النهاية أنه نصف الكمية اللي أنا سمدتها ذهبت إلى ما دون منطقة الجذور. فالإنفلتريشن ريت هو عبارة عن فحص يجب أن يطلب من مختبر التربة. إذا كان المختبر لا يستطيع القيام بهذا الفحص، هنالك طريقة بسيطة جدا لعمله، أنا دائما أقوم فيها وأعلم المزارعين كيف يقوموا فيها، وهي بأن يضع المزارع يكون عنده تنشوميتر اثنين، واحد في تربة جافة، واحد يضع مثلا على عمق 30 سنتيمتر أو 60 سنتيمتر، والآخر على عمق 30 سنتيمتر بنفس الحقل المراد حسابه بنفس نظام الري. بعدين بشغل الري، الماء بتبدأ تجري. لما توصل إلى 30 سنتيمتر عند الحساس الأول بيبدأ العداد تبع التنشوميتر يتحرك، فأنا بشغل الستوب ووتش عندي أو حساب الوقت، والماء بيبدأ ينزل. لما يوصل عند 60 التنشوميتر الثاني بيبدأ أيضا يتحرك عداده، فأنا بوقف التوقيت. فبيكون هذا هو عبارة عن الوقت الذي قطعه الماء في 30 سنتيمتر. مهندس تفضلي. إياد، أنا بعتذر عن المقاطعة، بس إذا في مجال تعلي صوتك شوي. حاضر، يجوز يكون اها إنه الصوت منخفض وأكنه طيب بعيد. لحظة، ربما يكون المشكلة في السماعة أو في هذه، ولا كيف؟ ولا نغير السماعة؟ نعم، لا منيح. بكون أنا حسبت كمية الماء، أو عفوا الوقت الذي قطعه الماء في 30 سنتيمتر، وبناء عليها بحسب كم سنتيمتر في الدقيقة معدل جريان الماء. هذا فحص يجب أن نقوم فيه في معظم في كل المحاصيل حقيقة مع تحاليل التربة. السويل اي سي الالكتريكال كوندكتيفيتي من الامور المهمة، والفيدر روت زون ديبث ايضا، هذه من الامور اللي انا لازم اكون عارفها قبل او مع معدل جريان التربة. يعني انا اعرف الان المجموع الجذري هو عبارة عن جذور شعيرات جذرية، ومن ضمنه جزء بنسميه احنا الفيدر روت زون، هي المنطقة التي يتركز فيها حوالي 80% فما فوق من الشعيرات الجذرية. هذه هي المنطقة التي يقوم النبات بامتصاص العناصر الغذائية منها. النبات قد لا يكون كفاءة امتصاص العناصر الغذائية تحت هذه المنطقة على بعد متر مثلا من الجذور، على عمر في عندي حقل الأفوكادو عمره 7 أو 8 أو 10 سنوات امتصاص يكون ضعيف. فأنا لازم أحدد الفيدر روت زون ديبث بالإضافة إلى الانفلتريشن ريت، معدل جريان الماء في التربة، حتى أستطيع إني أنا أحسب توقيت التسميد عندي، ولا يكون هنالك أي ضياع لكميات الأسمدة أو العناصر الغذائية اللي بحسبها بعد التخصيب
من تحاليل التربة، وأخيرا أيضا لازم أحدد أنا كم طن من الهكتار الهدف أو المستهدف من هذا الحقل. فإذا إحنا بدنا نقوم بعمل مثال، وخلينا في هذا المثال وهو على سبيل المثال للحصر، بس عشان أورجيكم إحنا كيف نحسب الكمية. نتكلم على تربة رملية، بتكلم تربة رملية جديدة، فأنا عندي فحص مش جديدة، محتواها من العناصر الغذائية صفر حتى ما أخصم شيء. في عندي شجرة عمرها 5 سنوات، قطرها 30 سنتيمتر، وكثافة الزراعة عندي على سبيل المثال أيضا 400 شجرة في الهكتار، ومستهدف الإنتاج هو 30 طن من هذا الهكتار. فبتكلم على شجرة في حقل رملي لا يوجد فيه أي كميات من العناصر تذكر، بدي أصفر العناصر كلها فيه، عمره 5 سنوات، قطر الجذع 30 سنتيمتر، في عندي 400 شجرة في الهكتار، وأنا أستهدف 30 طن من الهكتار من الإنتاج. فكيف أقوم بحساباتي؟ بقول أول شيء زي ما احنا شايفين في التيبل أو الجدول اللي فوق، احتياجات الكنبي، معدلات احتياجات النمو الخضري. نرجع، أنا باخذ هذه الأرقام حتى تكونوا عارفين من هذول الجدولين، تمام؟ فأنا بقول 5.3 كيلوغرام جرام نيتروجين في 30 سنتيمتر في 400 شجرة، أنا بحاجة إلى 63.6 كيلوغرام، وحاجة الإنتاج هي 5.7 كيلوغرام في 30 طنا، فأنا بدي 171 كيلوغرام، فأنا في النهاية بحاجة إلى 234 كيلوغرام من النيتروجين تدخل النبات حتى أنا أحصل 30 طن من الهكتار من ثمار الأفوكادو في هذا الحقل. في الفوسفور أيضا أنا بحاجة إلى 40.8، لأنه بدي كيلو لكل طن، في 30 طن 30 كيلو، 9 بالعشرة في 30 في 400 10 جرام، 10 كيلوغرام فاصلة 8. بالنسبة للبوتاس 7.6 في 30 شجرة في 400 هو 91.2، وبالنسبة للإنتاج أنا بحاجة إلى 8 كيلو للطن في 30 طن 246، كذلك بالنسبة للكالسيوم، كذلك بالنسبة للمغنيسيوم. الآن هذه الإليمنتال نيدز، هذه من الأخطاء اللي بيخطئها كثير أو يغفل عنها كثير من المزارعين، وواجبنا إحنا كمهندسين دائما إنه إحنا ننبههم لها. هذه هي الإليمنتال نيدز، أنا يجب أن أحولها إلى شكلها اللي هي موجودة فيه بالسماد، تمام؟ فالنيتروجين دائما ليس له تحويل، يبقى كما هو، ولكن الفوسفور معظم الأسمدة أو كل الأسمدة الفوسفور اللي موجود فيها هو P2O5 ما عدا الفوسفوريك أسيد H3PO4، خلينا نستثنيه فيه. فإحنا نتكلم لما بدي أحول من P إلى P2O5 بضرب في 2.3 بالعشرة، فبدل 40 كيلو أنا بحاجة إلى 93.8. البوتاسيوم من K إلى K2O أنا بضرب في 1.2 في العشرة، فبدل 373 أنا بحاجة إلى 404. والكالسيوم أيضا صيغته في الأسمدة كالسيوم أوكسايد، فبدل 108 أنا بضرب في 1.4 بالعشرة، هذه 1 ل 1.4 في العشرة، هذه عبارة عن وزن الجزيئي فقط لا غير، وهي موجودة في مراجع، إذا مش موجودة عندكم بعد الندوة بعد الدورة أي حدا بده أي شيء الآن ببعث لكم إيميلي، ممكن أبعث لكم هذه الجداول جاهزة بتفيدكم في كل المحاصيل. فأنا بحاجة إلى 151، والمغنيسيوم نضربها في 1.6 في العشرة، فأنا بحاجة إلى 119 كيلو. الآن في عندي شيء اسمه الفاكتور أو المعامل اللي هو له علاقة بكفاءة الامتصاص تحت البي اتش أو رقم الحموضة اللي هو في التربة. فمثلا النيتروجين بيكون 85%، طبعا هذا له علاقة بكفاءة الامتصاص، له علاقة بنظام الري، له علاقة بالبي اتش تبع التربة، تكلمنا النبات يشرب ولا يأكل بده كل العناصر هذه تذوب. فإذا كان عندي البي اتش في هذه التربة حوالي 6، فالفاكتورز بتكون تقريبا النيتروجين 85%، فأنا بعتبر أنه الحاجة الفعلية هي 267 كيلو جرام وليس 234. الفوسفور بدل 93%، دائما كفاءة امتصاص الفوسفور في الأراضي القاعدية قليلة، لما يكون البي اتش 6 هو 55%، ولكن في أراضينا
لما نتكلم على 6 و7 لا هي بتكون تقريبا 35 إلى 40%. فعلى 55% بنتكلم على 170 بدل 93. البوتاسيوم 85%، فأنا بدل 404 كيلو أنا بدي 467. والكالسيوم أوكسايد بدل 151 80% تتحول إلى 189. والمغنيسيوم أيضا تتحول إلى 148 كيلو. بتكون هذه هي الاحتياجات النهائية قبل اللي هي حتى أحصل على 30 طن من هذا الهكتار من الأفوكادو. الآن هذه بعدين أنا لن أدخل في شيء تجاري، هذه احتياجات العناصر على الشكل اللي هي موجودة فيه بالأسمدة. إذا مثلا النيتروجين مثلا بدي أعطي يوريا، فيجب أن أعلم أن اليوريا نسبة النيتروجين فيه 46%، فبقسم 276 أو 276 على 0.46 بيعطيني كم طن أو كم كمية اليوريا لازم أضيفها أنا حتى آخذ 267 كيلو من النيتروجين. إذا كان الأمونيوم سلفيت أو سلفات النشادر حسب المصطلح الذي يستخدمه إخواننا في مصر الحبيبة فهو 21%، فأنا بخسر 276 على 0.21. الفوسفور عندي الماب مثلا ممكن أقسم على 0.62 لأنه 62%. البوتاسيوم ممكن يكون بوتاسيوم نيتريت أو سلفيت، ممكن يكون عندي MKB كمصدر فوسفور وبوتاسيوم بنفس الوقت. هذا بنتركه الخيار للمزارع، إحنا كفنيين لا نتدخل به كثيرا إلا إذا طلب المشورة. وفي النهاية هذه نهاية الكلام العلمي البحث في قضية التغذية. فبهذه الطريقة إحنا نحسب الكميات، بهذه الطريقة نستطيع إنه إحنا يعني تعتبر هذه من أدق الطرق، معذرة، تعتبر هذه من أدق الطرق التي يمكن من خلالها حساب الكميات التي نحتاجها في الحقل. بنكون جمعنا المدرستين مع بعض وبنكون حصلنا كمية إنتاج إن شاء الله بتكون مقبولة، وأنت كمزارع بتكون راضي عن أداء هذا الحقل. فهنا ينتهي الكلام عن تغذية شجرة الأفوكادو. بدي أعرج سريعا على الأمراض والحشرات والآفات، وبعرفش إذا أخواننا من فلسطين حاضرين اليوم أيضا يفيدونا ما هي أكثر الآفات والحشرات التي هم أيضا بتواجههم. في عنا إحنا بشكل أساسي الثريبس بشكل أساسي، وهذه هي أعراضه. لحظة لو سمحتم، يعني أنا فاتح أكثر من شريحة. نعم، فالثريبس بيكون طوله من 1 إلى 2 مليمتر. إصابته على الثمار هي التي تعطينا أكثر مشاكل، أو هي اللي دائما طيب خلينا، أنا شايف إخواننا الأسئلة كثيرة، خليها كلها بنناقشها في نهاية الحلقة تبعت المحور الأول بإذن الله. عشان هيك انتقلت على أمراض الحشرات. فهذه أعراض إصابتها على الثمار. للأسف الثريبس هو من المشاكل التي تبدأ حتى قبل التزهير، ولكنها تحب الأزهار بشكل كبير جدا، 1 إلى 2 سنتيمتر بيكون، أو 1 إلى 2 مليمتر بيكون طولها صغيرة جدا، تعيش في الأزهار وتنتقل بعد ذلك إلى الثمار. هذه الثمار في إصابة شديدة جدا، ولكن قد تكون الإصابة خفيفة، ولكن بكل الأحوال هذه الثمار يتم التخلص منها أو بصر لها عملية عفوا رفض، ولا يمكن تسويقها. العائلات الكيماوية كثيرة جدا، كلكم أعلم مني فيها، اللي إحنا نستخدمها في علاج التريبس، ويمكن دائما استخدامها. إحنا بنفضل رشة ما قبل التزهير مباشرة حتى، ورشة أخرى ما بعد العقد مباشرة حتى إحنا نحمي محصولنا من هذه الحشرة. الآفة الثانية اللي عندنا اللي هي الأرمرد سكيل، اللي هي الحشرة القشرية، وهي تصيب
كلا الأوراق والثمار. أتوقع أنه يعني ستكون محدودة الإصابة أو إصابتها قليلة في مناطقنا. ما بعرف إذا أخواننا في فلسطين بيقدروا يفيدونا في هذا الموضوع، ولكن يعني هي بحاجة إلى جو شوي رطوبة أعلى مما هو موجود عندنا حتى تبدأ تتكاثر، ولكنها تسبب أيضا يعني أذى للنبات. أكثر ما تظهر عندنا لما يكون عندي كمية أمطار متواصلة، يعني نقول مثلا إجا عندي مطر مدته 7 8 أيام 10 أيام متواصلة، وخلال هذا المطر الحرارة شوي مرتفعة. في جنوب أفريقيا الأمطار مختلفة، الأمطار تكون في الصيف ولا تكون أو في الجو الحار ولا تكون في الجو البارد. شوي صعب إنه هذه الظروف تكون موجودة عندنا. فإذا إجا عندي مثلا 10 أيام رطبة رطوبة أمطار، الحرارة مرتفعة فوق 24 25، نتوقع بعدها أن يكون عندي إصابة شديدة جدا بهذه الحشرة. ما عدا ذلك بتكون هي محدودة، يمكن السيطر عليها في أبسط المبيدات، حتى رشات الزيت الصيفي ممكن تساعد في القضاء عليها. عندي الفروت فلاي ذبابة الثمار أيضا، نعم الأفوكادو بصيبه ذبابة الثمار، وهي بتقوم للأسف الشديد بوضع بيوضها تحت قشرة الثمرة حتى يتم يعني، وعادة يعني تختار الثمار قبل النضج مباشرة، عفوا تختار الثمار قبل مرحلة النضج، بس مجرد ما نضجت الثمار تبدأ الحشرة بعمل نسميها ستار شيبت كراك، عبارة عن تشقق على شكل نجم موجود على سطح هذه الثمرة قبل أن تخرج مرة أخرى كحشرة كاملة. في جنوب أفريقيا كون إنتاجهم كله للتصدير ومسؤولين عنه، للأسف لا ترش في المبيدات الحشرية، ولكن البديل أنهم وضعوا لها مصائد فرمونية، مصائد لونية. ممكن بعض المزارعين بيقوم برش المواد المنفرة، ولكنها المواد المنفرة غير الكيماوية. في بحبش أتكلم بشكل تجاري كثير، ولكن في أكثر من شركة في إسبانيا في إيطاليا وحتى في الصين قاموا بإنتاج مواد ريبيلنت بنسميها من أصول نباتية. بعضهم يضع الفلفل، بعضهم يضع الثوم كمكون، وبنقوم برشها وقدر الإمكان يتم السيطرة عليها. المرض الأساسي والكابوس الأساسي لأي مزارع أفوكادو هو الروت روت أو الداي باك، الموت الرجعي، عفن الجذور اللي هو سببه الفايتوفرا. طبعا من الأمراض اللي هي مثل ما ذكروا بعض الإخوة أمس، كان في سؤال جميل جدا لما تكلمنا على نظام الري بالرشاشات، وأنا أجلته إلى هذا اليوم، إنه نظام الري بالرشاشات والماء لما يبدأ يضرب بالساق والرطوبة العالية في التربة مع ظروف التربة الدافئة يزيد من نسميه بناء البوبيليشن كاونت أو بيلد أب البوبيليشن كاونت لمرض الفايتوثرا. قد تكون التربة أو معظم التراب فيها فايتوثرا، معظم التراب فيها نيماتودا، ولكن الحد الاقتصادي متى يبدأ؟ لما يصير في عندي ظروف رطوبة عالية أكثر من اللازم وتكاثر. للأسف الشديد هذا المرض احنا بنعتبره أحد الكوابيس اللي ممكن دائما ترافقنا كمزارعين أفوكادو. وللأسف الشديد أيضا أنه لا يسمح لنا باستخدام الكيماويات بشكل كبير جدا، لأنه الفواكه دائما تذهب إلى التصدير. لذلك في ناس كثير بيلجأوا إلى الحقن بالفوسفوريك أسيد، في ناس بيلجأوا إلى الحقن، ونتكلم على حقن في التربة في الشجرة أيضا، ولكن كانت فكرة ناجحة جدا إلى أنه في مرحلة من المراحل بدأ يصير في عندنا سبايك أو عفوا شو بنسميها، إنه متبقيات ليست سمية ولكن تظهر نسبة الفوسفور عالية في الثمار فترفق.
بعض المزارعين بيسقي بمركبات التي تحتوي على الفوسفايت، اللي هي مثلا بوتاسيوم فوسفايت، الكالسيوم فوسفايت، الكوبر فوسفايت، هذه المواد اللي هي تقوم أو تعمل بشكل أنها سماد وفي نفس الوقت تعمل كمبيد، ولكن أيضا لا نستطيع أن نستعملها بكثرة عند اقتراب النضج. فوستيل الألمنيوم كمادة فعالة كيماوية يسمح لنا باستخدامها مرتين في السنة. أتوقع أنه هذه، وللأسف ولحسن الحظ، لن تشكل مشكلة كبيرة عندنا. هو كمرض موجود، ولكن إحنا ما عندنا حقيقة هذا التشديد على الـ MRL اللي هي Minimum Residual Limits، والتصدير في تسامح أكثر، وإنتاجنا لو كان للسوق المحلي، إذا كان المزارع حذر في فترة الأمان، أتوقع أنه يمكن علاج هذا المرض بسهولة. أهم الأمور اللي هي أيضا إحدى طرق علاجه، أنه هو يحصل عملية تقنين للري، عدم الري بزيادة، ولكن هذا يعني هو الري بتصرف، خلينا نقول. والآن بتكلم شوي على الري بتصرف، ولكن عملية التقليم دائما يجب أن تشمل أنه أنا هذه الفروع الميتة، يجب أنه أنا بروح وين الفرع ميت، ببعد وراء 3 سنتيمتر وبقصه، حتى أوقف أو أحاول أني أنهي موضوع الموت التراجعي أو الموت الرجعي. لما نتكلم على الري بتصرف، تكون عادة يعني هي عبارة عن نقاش دائما واسع. الناس بيقول لك إنه يا أخي الكريم، كيف نروي؟ أنا تكلمت على الانفلتريشن ريت، وضحت أكثر كيف نسمد، ولكن كيف نروي؟ هل أنا فعلا بحاجة إنه إذا أنا الإيفابو ترانسبيريشن فان قال لي إنه أنت اليوم لازم تروي 50 متر مكعب، إني أنزلهم في ساعة واحدة مثلا؟ السؤال، الجواب دائما لا. أنا ممكن أنزلهم على دفعتين، وممكن أستخدم طريقة للري، مثلا في الري بالتنقيط. دائما هذا أيضا حوار، إنه أنا ممكن أحط خط ري واحد في التنقيط يعطيني 8 متر في الساعة، وممكن أحط 2 يعطوني كل واحد 4 لتر، وممكن أحط 3 أو 2 ب2 لتر، ولكن أروي على ساعتين بدل ساعة واحدة. فكل هذه الأمور هي عبارة عن تحايل على أنه تصل التربة إلى الإشباع بسرعة كبيرة جدا. فهذه من الطرق اللي إحنا ممكن نتحايل فيها على الروتروت أو الفيتوفثرا، بالإضافة للمبيدات، بالإضافة للتقليم. قضية مهمة جدا إنه إحنا يجب إنه دائما يكون في عندي الطلاء بالشيد الأبيض للساق على أول 60 سنتيمتر لغاية التفرع، وممكن أدخل حتى في أول تفريعات 10 15 20 سنتيمتر، سواء عملية إدهان أو رش، خصوصا إذا كنت أنا أستعمل الري بالرشاشات. تمام، هذه قضية مهمة جدا. إذا كنت أنا بستعمل الري بالتنقيط، لازم كمان أبعد الماء أو أنابيب الري، الخطوط الري، عن الساق بحيث لا تكون ملامسة له. كل هذه عبارة عن precautions، أو عفوا، في دراسة المخاطر، نقاط يمكن تفاديها بطريقة أو بأخرى حتى أنا أخفف هذا المرض. الأنثراكنوز أيضا تكلمت عنه. هذه الصورة عبارة عن حالة متقدمة جدا من الأنثراكنوز، ولكن حقيقة الأنثراكنوز هو من الأمراض اللي هي الفطرية، اللي تظهر بسرعة ساعة الحصاد. يعني الآن راح نتكلم شوي في نهاية اليوم عن الحصاد وطرق الحصاد. الحصاد الحديث، خلينا نقول، كله مبني على كم نسبة الرطوبة، ولكن رطوبة الحقل والرطوبة الجوية لها دور. فإذا أنا مثلا شفت أن الثمار عندي وصلت إلى الحصاد، ولكن رطوبة التربة والجو عندي عالية، وبدأت بالقطاف، سنجد أنه خلال ساعات مجرد وصول البضاعة إلى مكان التعبئة راح تبدأ فيها حلقات الأنثراكنوز، ومن ثم تتحول إلى هذا الشكل في اليوم الثاني. من الأمراض التي أنا في اعتقادي لا تشكل خطرا إلا إذا إحنا كان عندي بروتوكول الحصاد أو الـ SOP تبع الحصاد
SOP الـ Standard Operation Procedure، أو اللي هو بنسميه آلية الحصاد أو خطوات الحصاد، التعامل مع الحصاد هي خاطئة. ما عدا ذلك نادر جدا ما تظهر عندي على الشجرة، لذلك يعني حتى بعض المزارعين بيقول يجب أن تصنف حتى هذه في البوست هارفست ديزيزز، وليس في الأمراض التي تصيب النبات، لأنه تظهر بعد الحصاد، ولكن هي هو موجود. إذا أنت ما اهتميت في موضوع الرطوبة أثناء الحصاد والنقل وإلى آخره، ستظهر عندك في منطقة التعبئة والتدريج. الجرب أيضا من الأمراض اللي هي بتصيب في النبات، وهو عبارة عن أعراض تظهر عند ما يكون عندي حرارة عالية ورطوبة عالية في نفس الوقت. بدرشها عادة بأمراض بمبيدات فطرية وقائية زي البروبينيب المانكوزيب، هذه الأمور شغلات خفيفة جدا عند توقعي أنه راح يكون في عندي رطوبة عالية وحرارة عالية ولا تظهر. فيعني هذه باختصار شديد جدا الجزء الأول من هذا اليوم. حبيت أنا أذكر موضوع الأمراض والحشرات بسرعة كبيرة جدا، لأن كل منطقة لها أمراضها، كل منطقة لها حشراتها المختلفة. لا يعني هذا أنه مش راح يكون عندي من راح يكون عندي من لا يعني هذا أنه مش راح يكون عندي مثلا نطاطات أوراق، راح يكون عندنا دائما نطاطات أوراق. موضوع العناية بالتعشيب بالأعشاب أيضا من الأمور المهمة جدا التي يجب أنه إحنا ندرسها، وفيها مدارس كثيرة جدا وأفكار كثيرة جدا، لأن يعني الأعشاب هي عادة مكان سكون الحشرات. موضوع الفيروسات لا، حقيقة يعني نبات أو شجرة الأفوكادو ليست من الأشجار اللي ممكن تصاب بمشاكل فيروسية حقيقية، ما عمرها واجهتنا ولا وجدتها في أي مكان. ما بدري إذا في لا أدري إذا في أحد المزارعين، الإخوة المزارعين أو المهندسين عندنا اللي زارعين أفوكادو، ممكن يفيدنا في هذا الموضوع. ففي النهاية في مدرستين، في عندنا مزارعين بيقوموا بثلاث أو أربع رشات وقائية فطرية وحشرية، ويستخدم المصائد والفرمونات باقي الموسم، لا يلجأ إلى الرش الشديد إلا في حالات معينة، وفي مزارعين لا، بنتظر لما يشوف وبعدين برش. ولكن إذا كنا إحنا بدنا نتجه للتصدير، يجب إنه أنا يكون في عندي برنامج رش غالبا ينتهي بعد انتهاء العقد بشهر، مش أكثر من هيك، حتى أكون أنا أموري في السليم. بعد ذلك يجب أن ألجأ إلى طرق آمنة، لأنه شجرة الأفوكادو أو ثمرة الأفوكادو من الثمار اللي حتى لو الشركة المصنعة المبيد حكت لك البوست هارفست انترفال او هذا بتكون 20 يوم او 30 يوم، وانا بدي احصد بعد 3 اشهر، لا، في الام ار ال من الثمار اللي هي لا ممكن تبقى فيها سمية الى فترة اطول. انا انهيت الجزء الاول لهذا اليوم. بعرفش اذا في اسئلة مهندسة لا، او اذا في مداخلات نحن جاهزون. مهندسة آلاء، طيب أنا شكلها المهندس آلاء شوي بعيدة، أنا حاب أسمع المداخلات. يعني شفت أنا بحاول أتعرف على يعطيكم العافية. أنا بعتذر كثير كثير، بس لأنه فصل من عندي الإنترنت. بسيطة مهندس، ولا يهمك. أنا فتحت المجال للمداخلات. تمام، معنا المهندس أيمن، تفضل.
سعد مساكم، يعطيك العافية أخوي إياد. الله يعافيك مهندس أيمن. بس يعني بدي أحكي شوية بالنسبة للآفات والأمراض. إحنا عندنا طبعا مثل ما حكيت يعني الأفوكادو معروف عنه من المحاصيل قليلة التعرض للإصابة بالآفات والأمراض، لكن في تقريبا آفتين أو آفة جديدة إحنا بلشنا نشوفها عندنا وبلشت تزداد بكثرة وتأثيرها سيء جدا، اللي هي الخنفساء الأمبروزيا، الأمبروزيا بيتل، وهاي بلشت تعمل لنا مشاكل كثير بالأفوكادو، اللي هي بتنقل سبيشيز من الفيوزاريوم، وهاي بلشنا كثير نعاني منها بمحاصيل محصول الأفوكادو، إنها بلشت كثير تظهر وفي أشتال كثير بلشت تموت طيب بسببها. مهندس، بس سؤال سريع، ما هي الزراعة الجديدة اللي من المحاصيل الحقلية أو الخضار اللي دخلت حواليكم حتى نقلتكم؟ المشكلة إنه ما فيش شيء جديد، يعني المشكلة ما زرعنا شيء ما كان مزروع اللي يكون عائل لهي الخنفساء. كل الزراعات الموجودة هي طبيعية يعني بشكل هي من طبيعي. المعروف إنه هي بتحب الزهرة، بتحب الملفوف، صحيح، بتحب وهي الذرة. موجودة، هاي موجودة أصلاً، يعني تلقائياً هاي الزراعات موجودة من نعم زمان زمان، بس إحنا من سنتين ودو جاي بلشت المشاكل تزيد مع هاي الخنفساء، وفي عندنا مزارع يعني كثيرة بلش الأثر واضح عليها والموت، وبلشنا نقص ونشوف الأنفاق تبعت الخنفساء واليرقات تبعاتها داخل الأشجار، فهاي بالفعل هاي أحد الكوارث أو أحد المشاكل الكبيرة، ومشكلتها إنك أنت بتتعامل مع دبل بيست، يعني نعم، الخنفساء مع الحشرة المرض الكاملة الفطري حشرة واليرقة واليرقة والفطر، نعم والفطر كمان اللي بتحمل لك اياه السبيشيز تبعيه الفيوزاريوم هذا اللي عليها، نعم فكثير عمالنا بنعاني منها وكثير المزارعين بيعانوا منها كثير كثير في عندنا بالمنطقة. نعم مشكور على، يعني هل هذه هي الآفة الوحيدة اللي أنتم الآن بتعانوا منها ولا؟ هاي هي الآفة الوحيدة اللي يعني بتقدر تقول احنا بلشنا مزارعي الافوكادو يتضايقوا منها كثير، يعني نعم الانتراكنوز مثل قولتك موجود، وانا شخصيا يعني مثل ما قلت انت انه احنا بنصنفه كبوست هارفست اكثر من ما انه بري هارفست، يعني ليش؟ لانه اكثر شيء ببين معانا بعد القطف وحتى بالتخزين وغيره، فايتوفثورا شيء اكيد بالزراعات الجديده، لكن مثل ما انت تفضلت احنا برضو كمان عندنا مزارعينا بلشوا بطريقه الزراعه على المصاطب المرتفعه، وحتى كمان في عنا كمان إشي جديد بلشوا يزرعوا على الملش، بلشنا نستخدم أنواع ملش معينة الأصفر أو الأسود، كمان هاي يعني كثير تعرف يعني التأثر نعم، بالجانب الآخر، يعني في كثير أشياء جديدة بلشت عنا نجربها وندخلها، حتى الحشرة الخنفساء هاي في مصائد عمالها شوي شوي بنحاول إن نجيبها على أساس نستخدمها، لأنه كثير مبيدات جربت عليها وأغلى المبيدات هي اللي صارت تجيب نتيجة معاها سبحان الله كمان، يعني يعني بدي أحكي لك ايش المجموعات الكيماوية اللي الآن بترشوها؟ يعني إحنا أكثر شيء اللي جاب نتيجة عليها هي واليرقات تبعتها هو الكونفيدور الإيميداكلوبريد، نعم لإيميتاكلوفين، وفي الفطر اللي بتحمله السبيشيز أكثر شيء جاب نتيجة معها هو الميتوميل الريدوميل جولد. الريدوميل جول، نعم صحيح، جميل، يعني الأغلى أيوه نعم. ما هي شجرة غالية سبحان الله، وثمارها يعني غالية، يعني نعم المزارعين قالوا حسدنا حالنا، إن فترة بنحكي هاي شجرة المزارع الكسول، يعني حتى كانوا يحكوا عنها المزارعين إنه هاي ما بدها رش ولا بدك، بس هسا إن سنتين عمالنا برامج مكافحة كثير كثير بنشتغل عليها على أساس إن نحاول نعملها إيراديكيشن لهاي الآفة. يعني مشكور مهندس سيد. أشكر مهندس أيمن، معنا مداخلة أيضا من مهندسة إلهام. تفضلي مهندسة. مساء الخير مساء النور مهندس. دكتور، السؤال يعني هل كل الأصناف درجة إصابتها بالأمراض أو نحكي بالأمراض خاصة مرض الدايباك نفس المستوى؟ يعني ما في صنف ممكن يكون متحمل تركيز عليه؟ نعم، هو أختي بشكرك على هذا السؤال.
وهذا احنا اتوقع انه ناقشناه في اليوم الثاني عند الكلام عن الاصول. لحظة بعد اذنكم، لانه انا حاب ارجع لهذه السلايد، لانه يبقى دائما زي ما حكيت هو عائقنا، او نرجع لهذه السلايد اللي هي كانت تتكلم عن الاصول، انه ذكرنا اي اصول اكثر مقاومة من غيرها. بعد اذنكم، لانه يعني انا ركزت كثير على الدوك 7 على الدوسة كونهما، لحظة معلش تحملونها، بس هذا سؤال مهم نرجع نراجع مع بعض. نعم هذه هي، فزي ما احنا شايفين خلينا اكبرها حتى تكون واضحة للجميع مرة اخرى. في عنا احنا بالنسبة للأصناف، لما تكلمنا في الدوك 7 تورو كانيون دوسا والبورتر، لأنه مهندستنا أختنا العزيزة، إحنا الأصناف الأصول هي التي عادة ننظر فيها للمقاومة وليس الأصناف، لأنه هي اللي بتكون في التربة وهذا مرض يعيش في التربة. فإذا بنيجي إحنا عندنا هون توليرانس للفايتوفثرا كريتيكولا، وتوليرانس في نوع ثاني فايتوفثرا سينامومي. فحقيقة إحنا في مناطقنا خلينا نتكلم على الفيتوفثرا كريتيكولا اللي هو أكثر انتشارا في المنطقة العربية. فالدوك 7 مقاومته 4 من 5، التورو كانيون 5 من 5، الدوسة الآن ما عليه دراسات، بس إذا بنلاحظ كمان في السلايد الثانية مقابل أصناف الوولتر هول والجي ست والتوبا توبا، لا مقاومتها أضعف بقليل، 3-3-3 مقابل مع 4 و5. فالتورو كانيون والدوك 7، التورو كانيون هو من الأصول اللي ممكن تعطينا، يعني هو أصل قديم جدا وممكن يعطينا حجم شجرة كثير لا نرغبه ضخم جدا. فعشان هيك أنا دائما بقول إنه خلينا نركز على الدوك 7 إذا كنا نتكلم على أصول بذرية، والدوسة إذا كنا نتكلم على أصول شايفين حتى مقاومته للملوحة، والنوع الفيوزال الفايتوفترا الثاني أيضا 5 من 5. فأتوقع هون كمان هو ربما الدراسات لسه ما انتهت، ولكنه أيضا 5 من 5. فهذا بالنسبة لمقاومات الأصول بعضها عن بعض. في معنا أسئلة عشات من في سؤال من مهندس وليد، كيف ممكن ان نعرف منطقة فيدر روت زون ديبث؟ ومعنا مهندس وليد بده يعطينا مداخلة، تفضل مهندس وليد. مهندس وليد ابو محمد، طب اذا في مجال مهندس ممكن تجاوب لنا على سؤاله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. مهندسنا العزيز حبيبنا الله يكرمك. إضافة للسؤال، لا أنا هذا السؤال أنا حبيت أستوضحه، يعني كيف نقدر نقدر الأريا بتاعت الدبث بتاعت المنطقة اللي تفضل الزون هذا، كيف نقدره يعني ولا نحفظ؟ حقيقة هو دائما أنا بفضل أني أعمل راندوم سامبلينج في الحقل. أيوة الآن يعني قضية الراندوم سامبلينج أو أخذ العينات من الحقل، وهذه قضية مهمة جدا بجوز بتهمنا أكثر إحنا جماعة التربة والتغذية، ولكنها أيضا مهمة دائما في كل فحوصاتك. إنه إحنا تعودنا إنه أنا الراندوم سامبلينج الراندومايزيشن بنعمل مرة واحدة فقط عند تأسيس الحقل، بعدين أنا عندي حقل معين عبارة عن غالبا بيكون بلوكات أو بلوتات، كل بلوك هو ممكن يكون مفتاح ري، مجموعة مفاتيح ري، منطقة جغرافية معينة انزرعت، ففي عندي بلوكات معينة يتم اختيار أشجار معينة منها، وعادة يفضل أن يكونوا 3-4 شجرات مثلا. إذا عندي المساحة لبلوك الواحد 5 هكتار أو 5 دنم، بأخذ 3-4 شجرات في منطقة، 3-4 شجرات في منطقة ثانية، وهذه نسميها ستيشنز، عبارة عن محطات ترقم وتعلم، وتبقى هذه المناطق هي اللي كل سنة أنا بأخذ منها عينات التربة، كل سنة بحفر. وهذا جوابي على سؤالك أخونا أبو محمد، أنه يفضل الواحد يحفر دائما في نفس هذه الستيشن، يشوف أين وصل كثافة المجموع الجذري. وهذا حقيقة لا نحتاج إلى عمله كل عام، نحتاج إلى عمله في السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، بعد ذلك لا، نكون إحنا ربينا هذه المنطقة ويبدأ يكون
نموها أفقي من ناحية الكثافة ونعتمدها. بس قضية الستيشنز مفروض دائما أنا أراقب نفس المنطقة في عينات التربة لغايات تحليل الغذائي، لعينات التربة لغايات تحليل مثلا الأمراض، لقياس سمك الساق، لقياس كذا. فهذه الفيد الروت زون لا إحنا لا نقوم بها، أو يعني أفضل طريقة لها والأكثر يعني هذا إنه تكون عن طريق الحفر. بارك الله فيك. في إضافتين تسمعنا أضيفهن؟ طبعا تفضل سيدي. بالنسبة لرش تريبس إضافي عن تجربي، يعني تجاربي الصحيح، أفضل طريقة لأي مبيد للتريبس إنك تضيف معاه 2 كيلو سكر للتانك الألف لتر، وهذا بيزيد بضاعف فعالية القتل، وهذا في التريبس، وأقل منه شوي في الدواب البيضاء والحشرات المقصة. هذه حبيت أضيفها. الإضافة الثانية، السؤال بوجهه لأخونا أيمن من فلسطين الله يحييه. مساك تفضل. أخي أنت تم التعرف على أنه في الفطر هذا البيدي الناقل هو المرض بفيوزاريوم؟ نعم صحيح، تم عمل العزلات في جامعة فلسطين التقنية خضوري من قبل مجموعة من الدكاترة الباحثين. صدقا بالضبط شو هو، بدك ببعث لك البحث الكامل تبعي. الله يحييك. بس أنا بدأ أنصحك شالي إن جنرال، يعني حتى بتجيب لك البيثيوم وبتجيب لك الفات بثرة كمان، بتضيف H2O2 هيدروجين بيروكسايد، عارفه؟ أها. هذا بنضيفه بمعدل من 10 إلى 20 بار بير مليون مع الري، وهذا بنظف لك، هو أصلا يستخدم للتعقيم، فهو قاتل للفطريات معظمها. فبدك تعمل ترايل أنت على سكشن معين من المزرعة، وهذا بيعالج لك أمراض الذبول اللي في التربة. شايف؟ تمام إن شاء الله. عارفه أنت أول شيء اللي أنا ذكرته؟ أها أها، اسمه H2O2 هيدروجين بيروكسايد. بيروكسايد. أي نعم. هذا يا أخي مادة تخدموها في معالجة المياه الصرف الصحي، ولقتل إراديكيشن، ولقتل كل ما هو من جراثيم وبكتيريا وحتى الفيروسات في مياه الصرف الصحي. فهناك دوز عالي، هون بيستخدموه من 10 إلى 20. بدك تشوف يعني إنه ما خلص تأثير. إذا أنت شفت إنه بدك تزيدوا أكثر بتوصل إلى 30 جزء بالمليون. طبعاً أنت ما شاء الله خلفيتك قوية جداً، تقدر تحسبها كيف تحسب. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله يسعدك. مشكور أبو محمد. علي. لا لا بالعكس أبو محمد، إحنا ما يعني محظوظين بوجود قامات أمثال الأخوان. بالعكس هذا نقاش جميل. تعلمناك والله، أنا تعلمت منك جداً جداً صحيح، وأنا أول مرة بعرف منك. أستغفر الله يا سيدي. لا يا حبيبي، شكراً. السلام عليكم. سلام الله. مشكور مهندس. في معنى أسئلة أيضا، مفروض نحسب وحدات ولا كيلو للتسميد، لأن نقاوة الأسمدة مش واحدة في كل مكان. هذا سؤال عنا الشارع. حلو. أنا هي في أسئلة، نرجع لأسئلة الموضوع في الأسمدة، مفروض نحسب وحدات ولا كيلو؟ لا، إحنا بنحسب كيلو من العنصر. تمام. الآن موضوع نقاوة الأسمدة هنا إحنا دخلنا في سياسة، يعني مش هعرف أجاوب عليها، ولكن إحنا عادة نحسب كيلو جرام من النيتروجين. إحنا يعني بس عشان أكون واضح، إحنا قلنا مثلا هذه حاجة كيلو الفوسفور، كم كيلو من الفوسفور، بعدين بدي أحوله إلى P2O5. تمام. لما أنا فعليا حولته من P إلى P2O5، أنا حولته من وحدة إلى كيلو تسميد، ضربته في 2.3. بعدين اشتغلت على موضوع كفاءة الامتصاص، وافترضنا أو ليس افترضنا، في أنا أعطيت مثال من جنوب إفريقيا، كان الـ pH تبع التربة 6، فكفاءة امتصاص الفوسفور هي تقريبا 55%، فقسمت الرقم على 0.55، بعدين حولته إلى أسمدة. فهذا الرقم اللي ظهر معنا هو P2O5 كيلو جرام. إذا أنا بدي أستخدم ماب يختلف كم كيلو جرام بدي أستعمل، إذا أنا كنت بدي أستخدمه داب داي أمونيوم فوسفيت أو فوسفوريك أسيد أو MKB، فهذه الأمور هي التي ستختلف.
في عنا سؤال، كم نستطيع توقع الإنتاجية كحد أعلى بطريقة ما تعمل عدم تهوية وزيادة النمو الخضري في مناطق المروية كما بتزيد؟ كم نستطيع توقع الإنتاجية كحد أعلى؟ حقيقة يعني إذا أنا فهمت السؤال، إنه سؤال المهندسة ميرفت إنه كم أعلى إنتاجية ممكن نوصلها، حقيقة يعني أنا دائما بقول إنه كم طن من الهكتار لو أنا أعطيته كميات التسميد تبعته بالإضافة للكمية اللي إحنا قاعدين نعطيها للنمو الخضري نستطيع الحصول عليه إذا حسبنا كفاءة الامتصاص وهذه الأمور كلها، إذا وزعناها بشكل سليم، إذا دائما حطينا بفر زيادة لنزيد الكتين exchange capacity في التربة، فالأرقام ممكن تصل ل40، ممكن تصل ل50 طن. إخواننا في فلسطين المحتلة واصلين لأرقام عالية جدا في بعض المزارع، أنا أعلم هذا الكلام، بس أنا اللي مش قادر أفهمه إنه بطريقة ما تعمل عدم تهوية وزيادة نمو خضري. هذه النقطة بس يا ريت توضح، لأني أنا مش كثير فاهمها، إنه هل المقصود إنه إذا إحنا سمدنا كميات كبيرة جدا راح يزيد النمو الخضري مع الري، ولا ما هو المقصود بالضبط من هذا السؤال؟ مهندس مرفت بتحكي لنا نعم، يعني ما يصير عندنا مشاكل من التزاحم من النمو الزائد. أها طيب، إحنا تكلمنا مبارح ما هو أسباب النمو الزائد، وتكلمنا في موضوع التقليم كيف أنا ممكن أسيطر على حجم الشجرة. حقيقة المزارع اللي بده يكون مصنف، دائما إحنا بنقول مزارع محترف في زراعة الأفوكادو هو اللي بده يتعب كثير. أخونا من فلسطين حكى كسول، لا هو ليس كسول، هو كسول ربما إنه ما بلفش بالحق اللي مش هامه الأمراض، ولكنه بتعب كثير في موضوع التقليب. أشكال النيتروجين الخاطئة، وبس هذه بحاجة يعني لمحور يوم كامل حتى نشرحها، ولكن أشكال النيتروجين الخاطئة هي اللي عادة تعطيني نمو خضري زائد عن الحد، تعطيني زي ما تكلمنا مبارح ووتر أو وينتر سكرز ليس لها داعي، تعمل تزاحم في الشجرة لأنه الفروع هذه الأفقية اللي تكلمنا عنها العمودية بتطلع بطريقة عنيفة جدا. إذا إحنا استطعنا أن نوزع وحدات النيتروجين بطريقة نبتعد عنها أو عن أشكال النيتروجين التي تعطي نمو خضري زائد لا حاجة له ما بعد مرحلة العقد، وبالمقابل استعملنا أنواع تقلل، هو يعني النيتروجين في النبات مربت يذهب إلى اتجاهين، إما يذهب إلى نمو خضري وإما يذهب إلى نمو ثمري. بشكل عام شكل النيتروجين هو الذي يحدد كيف يكون النمو في النبات. كل ما النبات أخذ نيتروجين على شكل نترات أكثر، النيتروجين على شكل نترات زي النيتريت سيذهب يستقر في الأوراق، تراكمه في الأوراق سيشجع نمو هرمون الأوكسين أو إفراز هرمون الأوكسين، فباخذ نمو خضري زيادة. إذا أنا استطعت تقديم النيتروجين إلى النبات على شكل NH2 NH3 NH4 الأمونيوم اليوريا، واستطعت إدخاله للنبات على هذا الشكل، أنا ما بشجع إني الناس تستعمل يوريا، لا، لأنه أنا بعرف إنه في محاذير دائما من اليوريا، في ضياعه، في تبخره، في تطايره، في كذا. لا، إذا استطعنا أن ندخل النيتروجين إلى النبات على شكل NH NH3 أو NH4 فهو عادة هذا الشكل يتم تصنيعه في الجذور ولا يتم تصنيعه أو تمثيله في الأوراق، نحكي تمثيل وليس تصنيع، فيشجع نمو ويشجع إفراز هرمون السيتوكيني. فلما يزيد عندي هرمون الأوكسين النبات يتجه نحو النمو الخضري، لما يزيد عندي إفراز هرمون السيتوكيني في النبات النبات يتجه نحو النمو الثمري. فشكل النيتروجين هو المحدد دائما لأنا يكون في عندي نموات خضرية زائدة عن الحد تقلل التهوية وتزيد الأمراض وتعمل تزاحم، أو أنه يذهب هذا النيتروجين. ما هو شو لما يكون عندي نيتروجين على شكل NH في النبات هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن نيتروجين سيتحول إلى الأمين، والأمين هو عبارة عن بادئ التصنيع للبروتينات والأحماض الأمينية
والأنتي أوكسيدنت والفيتامينز والسكريات والنشويات وإلى آخره، اللي هي كلها في النهاية ستصب في الثمار. وإذا ما كان عندي ثمار راح يعطيني تفرعات أكثر، إذا مش وقت تفرعات راح يعطيني جذور أكثر. فهيك إحنا دائما نستطيع أن نوازن. أنا ما حبيت كثير أدخل اليوم في موضوع التغذية لأنه هو في تفاصيل كثيرة. لا أخفيكم، إذا بنتكلم على تغذية الأفوكادو أو تغذية أي محصول إحنا بحاجة إلى 4 محاور جديدة. أنا حبيت بس أعطي الأساسيات، وأنا أشكرك على هذا السؤال. ولكن باختصار، نستطيع رفع الإنتاجية إلى الحد الأعلى، نستطيع تجنب عدم حصول نمو خضري زائد عن طريق التحكم في شكل النيتروجين، توقيت النيتروجين وتوزيعه خلال الموسم. مهندس ميرفت بتحكي يعني ممكن نضيف النيتروجين بعد العقد، ومش المفروض انه بيتضاعف الجذر الخلوي اذا زاد؟ لا لا، زي برجع وبقول شكل النيتروجين هو الذي يهم. ومهندس ميرفت واي حدا مهتم، انا ممكن ابعث لكم مجموعة من الأوراق البحثية التي تتكلم عن هذا الموضوع. أنا معاكم، إحنا في مزرعات العنب كثير من المزارعين بنصحوا إنه وقف النيتروجين بعد العقد. في زراعات الأفوكادو أيضا في توصيات بذلك. في معظم الزراعات الأشجار اللي هي ثمارها ذات قيمة ونحن بحاجة إلى تصديرها. كلامك سليم 100%، ولكن العلم يقول، ونرجع دائما، انا دائما يعني الناس دائما ندخل معهم في نقاشات طويله، انا بقول يا جماعه الخير نرجع للاصول. الاصول بتقول انه في محصول زي الافوكادو النبات يستهلك اللي بنسميه احنا النيتروجين ويذدرول باترن. النبات يستهلك حوالي 32 الى 34% من النيتروجين اللي هو دي يحتاجه ما بين العقد والنضج. طب إذا أنا قطعتهم كيف بدك أنت كيف النبات رأى من وين بده يأخذهم، من وين يدبر حاله؟ بياخذ جزء من التربة، عندي كومبوست، عندي كذا، والباقي في نفس الوقت في العنب عندنا إحنا. أنا أعلم إنه في إخواننا أحبائنا في جمهورية مصر العربية بيقول لك اقطع النيتروجين نهائيا بعد العقد. لا، كيف بدي أقطع؟ 27% من النيتروجين يجب أن يأخذه النبات بعد العقد. لذلك في عنا أصناف قاعدة بتطلع من السوق المصري ممتازة جدا كانت للتصدير، مثل الكريمسون والريد جلوب وإلى آخره، لأنه وصلوا مرحلة مش عارفين يوصلوا لنسبة سكر ولا إلى تلوين جيد لها. ليش؟ لأنه هذه النظرية التي بدأ بنشرها بعض خبراء التغذية هي تقوم على بحكي لك إيش، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. لا، أنا بدي أدرأ المفاسد وأجلب المصالح في نفس الوقت. فهذه هي القضية. فأنا ممكن أرسلكم الكثير من الأبحاث العلمية اللي مش حديثة، لا هي موجودة من التسعينات، كيف أنه شكل النيتروجين هو الذي يتحكم في الجروث بارتيشنينج كير في النبات، اللي هو بنسميه إحنا منحنى نمط النمو في النبات. فهذا موضوع طويل بصراحة، بس إذا أنت مهتمة أو أي حدا من الإخوة مهتمين، أنا ممكن أبعث لكم أبحاث كاملة توضح هذه الفكرة وتساؤلاتك في مكانها، وهي ممتازة جدا وهي صحيحة 100%. ولكن فسيولوجيا النبات تقول غير ذلك، الحقائق العلمية تقول غير ذلك، وهنالك طريقة للتغلب على هذه الطريقة. عندنا سؤال مهندس طيبة، ما هي أهم الأمراض التي آفة الأفوكادو وقت الإزهار، وكيف نحدد من تساقط الأزهار؟ آفات خلال الأزهار أخي قتيبة هي بشكل أساسي دائما إحنا بنقول الثريبس، تمام؟ إذا إحنا سيطرنا أو إذا أنت بتزرع في منطقة فيها ثريبس، وللأسف لما نتكلم على منطقتنا في غور الأردن، لا إحنا في عندنا كمية ثريبس مخيفة جدا، وللأسف في مزارعين كثيرين مش عارفين يسيطروا عليها. إذا أنا رشيت ما حول الإزهار برشات وقائية مع وضع مصائد لونية أو فرمونات، أنا أستطيع السيطرة عليها. الآن الحد من تساقط الثمار تكلمنا عنه مبارح، الحد من تساقط الثمار في شيء يجب أن يحدث، لازم يكون عندي تساقط ثمار بعد العقد. إنك أنت تحصل على عقد 100% أو 50% أو حتى 20% من كمية الأزهار التي تزهرها هذه الشجرة، هذا من سابع المستحيلات، تمام؟
يعني يجب أن يحدث تساقط، ولكن ممكن نخفف هذا التساقط، ممكن نزيد العقد. سنتكلم، أنت شايف الصفحة اللي أمامك، المحور الرابع، الحلقة الثانية، التلقيح وآلياته. هذه القضية هي تتكلم عن هذا الموضوع، كيف إحنا ممكن نقلل تساقط ما بعد العقد، وأيضا تساقط نوفمبر، عفوا أنا بسميه نوفمبر لأنه في جنوب أفريقيا، راح يكون هون مايو، الشهر الخامس والسادس، مايو ويونيو لازم يحصل تساقط، كيف ممكن إحنا نقللهم، سيتم ذكره إن شاء الله في الحلقة الثانية. إن شاء الله مهندس، حالياً رح نتوقف مدة 10 دقائق لاستراحة الصلاة، ثم نستكمل بالمحور الثاني، عفواً الحلقة الثانية من المحور الرابع بعد الساعة 6:15 إن شاء الله. شكراً جزيلاً لكم ونلتقي. يعطيك ألف عافية مهندس. أفضل أم ما زال؟ ما زال منخفض بس أفضل من قبل. طيب تحاول أرفع صوتي إذن بإذن الله. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. طيب مهندس إذا سمحت، بس بدي ألوح على موضوع الأسئلة. إن شاء الله إحنا رح نستكمل باقي الأسئلة والاستفسارات الموجودة على الشات بوكس إن شاء الله. إن شاء الله، يعني قبل أن نبدأ ولا بعد ما نخلص؟ لا بعد ما نخلص، لما نأخذ الاستفسارات والمداخلات. طيب نحاول نخلص محورنا الرابع لهذا اليوم في حلقته الثانية. شوي بدنا نتكلم على التلقيح وآليات الحصاد، وهي حقيقة تطرقنا لها كثيرا في المحاور الثلاثة الماضية، في الأيام الثلاثة الماضية. معذرة. حقيقة يعني مثل ما بيقولوا أحيانا، ختياريتنا لا يصح إلا الصحيح. أفضل شيء ينصح به لتلقيح الأفوكادو هو النحل، وجود خلايا النحل في الحقل أثناء عملية التزهير. وعملية التلقيح تعتبر من العمليات الحرجة، والتي تحدد كمية ونوع الإنتاج للموسم بإذن الله طبعا. وأفضل أنواع التلقيح التي يجب أن نلجأ لها هي الاستعانة بخلايا النحل، والأصل أن نضع من 2 إلى 3 خلايا لكل هكتار. إذا كان أكثر بيكون أفضل، 2 إلى 3 نتكلم إذا كان النحل المستخدم هو نحل العسل. حقيقة ما مر علي وجود النحل الطنان في أو استعماله في هذه الحقول، سمعت عنه ولكن لم أشاهد أي تجارب، ولكن في حالة استخدام النحل الطنان لا، إحنا ممكن نصل إلى 15 أو 20 خلية لكل هكتار. الحد الأدنى أن يكون عندي 2 إلى 3. قضية مهمة جدا هنا أيمن كمان تكلم فيها، وهذه من تجربة شخصية، وإحنا الواحد مرات بتعلم من أخطاء. كان في عندنا حقل مكشوف غطينا جزءا منه، اكتشفنا في نهاية الموسم أنه عدد خلايا النحل يجب أن يزيد بنسبة 50%. إذا أنت الستاندرد عندك مثلا 5 خلايا في الهكتار، يجب أن تصبح 7.5 أو 7 إلى 8 إذا إحنا وضعنا الشبك الظل أو زرعنا تحت الشبك، لأنه هي النحل مع الريح مع كل هذه الأمور تساعد في التلقيح. لما أضع الشبك أنا قاعد بزيد الرطوبة النسبية، قاعد بضع بزيد بقلل من أثر الرياح، كل هذه الأمور طبعا. يعني ممكن واحد يجي هسه يقول طب انت قاعد بتناقض، لك يومين بتقنعنا بالشبك، ولكن الان تحكي لا هو يقلل عملية العقد. نعم صحيح، لكل شيء هنالك ايجابيات وسلبيات، ولكن ايجابياته اكثر من سلبياته. هذه السلبية نستعيض عنها بزيادة عدد الخلايا النحل. احنا في عندنا نظام في جنوب افريقيا انه طيب هو التزهير هالشهر ونص أو شهرين في السنة، باقي السنة ماذا نفعل؟ حقيقة من الأفكار الجميلة اللي بيقوموا فيها المزارعين هناك، إن هم بيزرعوا على بداية كل خط
وحول المزرعة كاملة نبات كلنا نعرفه ونحبه، اسمه الريحان، ورق الريحان هذا بأنواعه. ميزة الريحان إنه في 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 ظروف حتى بلادنا يمكن إنه هو يبقى مزهر 12 شهر. فالإجراء إنه أنا بزرع الريحان، هذا الريحان يتحول إلى شجيرات أو بوشز، ينمو بكثرة، بنزرع حوالين المزرعة في خطوط، ويزرع في بداية كل خط ونهاية كل خط شجيرة صغيرة أو نبتة صغيرة، هو مزهر طول العام، فالنحل يتغذى على الريحان. لما يجي عندي موعد الإزهار، بداية الإزهار، بيجي المزارع بقص هذه أزهار الريحان حتى لا يتغذى عليها النحل، فيتوجه النحل إلى الأفوكادو. طول ما أنا عندي تزهير، المزارع بقص زهر الريحان، مجرد ما انتهى التزهير وحصل العقد يسمح لهذا الريحان أن يزهر مرة أخرى. وهو نبات ما فيش أسهل من أنه إحنا نشجعه للإزهار، فقط اقطع عنه الماء لمدة 4-5 أيام وسيزهر من جديد، وبرجع النحل بيعيش عليه، وهذا حتى لا نخسر استثمار الخلايا حقيقة. هذه من الطرق اللي إحنا نتبعها دائما، النحل موجود طول العام في المزرعة. أحيانا مفيد، لأنه أنا عندي ممكن يكون في بعض الأصناف مثل ما تكلم أخونا أيمن امبارح كمان، وهذه لاحظناها، في عندي تزهيرة رئيسية وتزهيرتين فرعيتين. أحيانا ممكن يحصل عندي الجو يصبح دافئ مبكرا فيطلق عملية تزهير، فيصبح عندي تزهيرتين متوسطتين الحجم، فالنحل موجود دائما عندي في المزرعة. في حال أنه أنا احتجت هذا النحل، فقط نقوم بقص زهر الريحان فيتوجه النحل إلى الأفوكادو. في حال انتهت عملية التلقيح، أنا بقوم بعملية تعطيش للريحان فيبدأ بعد ذلك تزهير الريحان والنحل بيرجع عليه. فهذه هي العملية اللي إحنا نتكلم عنها في أو موضوع التلقيح. إضافة لتلقيح بالنحل، في دائما توصيات كثيرة من خلال عملية التغذية، نصائح كثيرة للمزارعين كيف إني أنا أبقي عملي أساعد عملية التلقيح، أساعد تثبيت الإزهار، مثبتات العقد. ومثل ما تكلمت أنا في 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 بداية هذه الدورة، عنصر النحاس دائما قبل عملية التزهير ينصح به بكميات بسيطة، يعني أنا بعطي كيلو كيلو نصف للهكتار مع السماء مع مياه الري، ليس رشا حتى، فتكلفته بتكون قليلة. وعادة بعطي يا نحاس إيديتا أو سلفات النحاس، ممكن أطلع على 3 كيلو، هذه بتكون قبل عملية التزهير. دائما النحاس يزيد حيوية حبوب اللقاح في الأزهار. موضوع الكالسيوم والبورون والمولبدينم، ومنلاحظ إحنا في أبحاث كثيرة جدا independent research محايدة أو أخرى مرتبطة بشركات الأسمدة، توضح أهمية الكالسيوم في تثبيت الزهرة، أهمية البورون في عملية الإخصاب، أهمية المولبدينم في عملية التلقيح وتثبيت العقد، كل هذه الأمور. وهنالك مركبات كثيرة في السوق أو مواد منتجات سائلة وبودرة ممكن المزارع يقوم برشها، وبيقوموا أصلا برشها، هي تساعد أيضا عمليات التلقيح والإخصاب والعقد. لأنه دائما لا ننظر على، أنا بحب أسميها وأعتذر على هذا التشبيه، أنا بسميها فترة الحمل والولادة، فترة التزهير والعقد. أنا بيحصل عندي زهرة، مهم جدا أنه هذه الزهرة أولا لا تسقط، تكون قوية، أثبتها. مهم جدا أن تكون تفتح الأزهار المذكرة والمؤنثة، عفوا الأعضاء أو الأجزاء الذكرية والأنثوية بنفس الوقت. مهم جدا أن حبوب اللقاح تكون حيوية حتى تحصل عملية التلقيح. بعد التلقيح يحصل عندي الإخصاب، بعد الإخصاب يحصل عندي العقد. ومهم أيضا بعد العقد، النقطة اللي سأل عنها أحد الإخوة، أنه
يكون محتوى الكالسيوم في هذا الجزء اللي هي الزهرة والثمرة بداية عقدها عالي حتى يكون تثبيته أعلى. لا يعني ذلك أنه ما راح يحصل عندي فروت أبورشن أو نفل أو تساقط للثمار بعد العقد، هذا شيء يجب أن يحصل، ولكن كلما قللته كلما أنا حصلت على إنتاج أعلى. في بعض المزارعين بحب أن يتوجه إلى رش الأحماض الأمينية، بعض المزارعين يحب أن يتوجه إلى رش الطحالب البحرية. في نظريات علمية كثيرة تخص هذين المادتين، سواء الأحماض الأمينية أو الطحالب البحرية أو فائدتها في هذه الفترة. أنا حقيقة لا أريد أن أخوض فيها، كل بيقولوا كل واحد وطريقته، أو كل شيخ وطريقته، كل مزارع وما يرتاح له. والمفروض المزارع يبقى دائما يقوم بالتجربة حتى يصل إلى أفضل صيغة أو أفضل مركبات أو منتجات هو يرتاح لها. بالنسبة لي أنا بقول دائما النحل هو الأساس. تحت النت أو تحت الشبك لازم أزيد كمية النحل 50%، بزرع الريحان حتى أبقي النحل حي وشغال طول السنة، وأضف لذلك أنه في عنا راح يكون في عنا خلية نحل تعطيني من 7 إلى 8 إلى 10 كيلو عسل في السنة، فهذه بتكون أيضا إضافة أو دخل إضافي للمزارع. وفي بعض الخلايا ممكن تعطي 12 كيلو من العسل. التغذية بالنحاس قبل التزهير عندي مهمة. رشات المثبتات من العناصر الغذائية هي أيضا مهمة. موضوع الأحماض والطحالب أنا فأعتقد أنه هي عبارة عن أمور ثانوية، قد تصلح في أجواء صعبة، قد لا تصلح في أجواء أخرى، قد تكون لها فائدة في بعض الأصناف، لا تكون لها فائدة في أصناف أخرى. كل هذه الأمور هي نسبية، لا نتدخل بها، نتركها للمزارع، هو الذي يعني يحكم فيها، ولا نتدخل فيها لأنها أصلا حتى عبارة عن قرارات تجارية أكثر منها زراعية. هرمونات العقد، هل يرش هرمونات العقد على الأفوكادو؟ أنا بقول دائما لا. أعلم أنه في بعض المحاولات بعض الآراء تقول نعم، ولكن أي ثمرة فيها بذرة لا يرش عليها هرمون عقد. الهرمون الوحيد الذي يرش على الإزهار في بعض المناطق في بعض الأصناف من قبل بعض المزارعين، وقد تكون طريقة جيدة، يعني إنه هو لما يحصل عنده تزهير في وقت هو بدوش هذا التزهير. أنا أخذت التزهير الرئيسي الأساسي اللي أنا سأعتمد عليه في إنتاجي، وحصل عندي عقد ممتاز والتساقط كان قليل، وهذه الثمار بدأت تنضج وبدأت تكبر. بعدين نتيجة تكلمنا مبارح وحصل نقاش مع المهندس أيمن أنه أحيانا ظروف جوية صعبة غريبة تحصل، دفى زيادة، برد زيادة، فرق في درجات من الحرارة بين الليل والنهار، تجد أنه حصل عندي عملية تزهير مرة أخرى. طب أنا هذه الزهرة لست بحاجة لها، أنا يدوب أركز في الإنتاج اللي موجود عندي على الشجرة وأكمله حتى النهاية، فلست بحاجة لها. يقوم بعض المزارعين في هذه الحالة برش هرمون التوفوردي اللي هو أصلاً مبيد أعشاب ببارت بير مليونز، يعني 3-4 جزء في المليون، 1 جزء في المليون، برشها على الزهرة فقط وليس على النبات كله، فيقوم بتساقط، بيحصل عندي تساقط لهذه الأزهار وفشل، وبكون أنا انتهيت منها. هذه الطريقة هي أفضل. شادين حيلهم اليوم جماعة الصفارات الإنذار، معذرة إذا في إزعاج من حولي. بكون بهذه الطريقة أنا وفرت عمالي بإني أشيل هذه الأزهار مرة واحدة أو بطريقة ما، بس هذا إجراء يعني لا يقوم به كثير من المزارعين. أحيانا نجد أنه هو ممكن ينرش وأحيانا أخرى لا. تجربة هرمونات العقد أنا بصراحة لست على اطلاع عليها، لا أعرف إذا كان في ناس بيقوم فيها. سمعت بعض الأحاديث أنه ممكن يكون
الجبريليك أسيد. بس أنا يعني طالما أنا عندي أعتقد أنه هذا الصنف فيه بذرة أو هذه الثمرة فيها بذرة فهي لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع هرمونات العقد. فهذا بالنسبة للتلقيح. بعد ذلك سريعا خلينا نستعرض موضوع الحصاد، وبعد ذلك سنفتح الباب للنقاش والأسئلة في يومنا الأخير. أنا متأكد أنه في ناس كثير عندهم أسئلة وتساؤلات وطلبات، وحتى لا نطيل عليكم مثل ما حدث بالأمس هنا يعني حوالي 45 دقيقة متأخرين. فإذا بتعطوني بس 5 دقائق إلى 10 دقائق أنهي موضوع الماتشوريتي والحصاد أكون لكم من الشاكرين، لأن أنا شايف في بعض الإخوة قاعدين بعلقوا أو برفعوا إيديهم بدهم يتكلم. فموضوع الحصاد بحكي لك، بما أن ثمار الأفوكادو هي ثمار لا تنضج على الثمرة، لا تنضج أي لا تصبح طرية عفوا، لا تصبح جاهزة للأكل على الثمرة ولكنها تنضج، فليس من السهل تحديد الوقت الأمثل للحصاد إذا أنت كنت لا تعلم ما هو محصولك. في عندي أصناف مثل ما تكلمنا هي الأصناف الغامقة، وهي عند نضجها تتحول إلى اللون القرمزي أو الأسود أو البني الفاتح إلى آخره، من الأخضر إلى القرمزي اللي هو القرمزي نرجع ونقول البنفسجي أو النهدي أو الفيوليت. هنالك أصناف خضراء، الأصناف الخضراء بحكي لك أنه عندما تقترب من النضج أو موعد الحصاد، بدناش نحكي النضج مرة أخرى، هي تتحول ساقها عفوا عنق الثمرة يتحول إلى اللون الأصفر، وربما هذا اللون الأخضر للثمرة يصبح أقل نسميه less shiny زي ما احنا حكينا، لا ما بيكون لماع بالشكل الجذاب اللي هو عليه كان في بداية حياته أو أثناء عملية التحجيم. بعض الأصناف يصبح لونها باهتا، فهذه 3 علامات ممكن تقول لي أنه لا محصولك أصبح جاهزا. من أسهل التست أو الفحوصات التي نقوم بها حتى نعرف هل هذا المحصول أو هذه الثمار جاهزة ولا لا، الفلوتينج تست، بضع الثمار في ماء، إذا الثمرة طفت على الوجه فهي جاهزة للحصاد، إذا غرقت إلى القاع فهي ليست جاهزة للحصاد. هذه طريقة بسيطة جدا، تمام، ولا نقول ناضجة، هي جاهزة للحصاد. طريقة أخرى أني أنا أقطف مثلا من الحقل بشكل راندوملي بشكل عشوائي 7-8-10-20 ثمرة، تمام، وأضعها في مكان دافئ، غرفة دافئة حرارتها 24-28 درجة مئوية، وأنتظر عليها خلال لمدة أسبوع. هم كاتبين 20 بس أنا في اعتقادي لا، يجب أن تكون أعلى شوي، بس خلينا نقول نرد عليهم نقول 20. إذا نضجت، تمام، يعني صارت طرية جاهزة للأكل بدون ما يصبح قشرتها متجعدة، آسف على التعبير، إحنا نقول الفلاحين مقرقدة هيك أو مجعدة أو كذا، إذا ظلت مقرقدة أو مجعدة اعلم إنه هذه الثمار ليست جاهزة للحصاد. إذا نضجت أصبحت جاهزة للأكل وهي ما زالت محتفظة على قوامها كما هو، اعرف أنه عندك الحقل أصبح الآن جاهز للحصاد. تكلمنا إحنا أيضا الآن الباكينج هاوس أو أماكن التدريج المركزية للمزارعين تفحص نسبة الرطوبة، تفحص البريكس وبتحط ملاحظات أنه أنا بدي مثلا 8 أو 9 بريكس أو 10، تضع ملاحظات أنه الرطوبة أنا بحاجة لها أن تكون تقريبا مثلا 72% أو 74% أو 80%، كل هذه الأمور هي عبارة عن علامات الحصاد. بس إحنا بالطريقة السهلة أنا بعتقد الفلوتينج أن بضعها في الماء، إذا طاشت على الوجه فهي جاهزة، إذا نزلت تحت فهي ليست جاهزة، أو موضوع أني أنا أشوف في غرفة لمدة أسبوع على درجة حرارة 20-22-24، إذا نضجت وهي محتفظة بشكلها يعرف إنها جاهزة، إذا قرقدت أو صار لها شرينكج أو تجعدت انكمشت يعرف إنها ليست جاهزة. البري كولينج، تبريد ما بعد الحصاد، مهم جدا إذا أنا بدي أنقل حصادي
إلى مكان بعيد يفضل دائما أنك تقوم فيه، ليس بعملية صعبة، له طرق كثيرة جدا، بالذات في الفويرتي والهاس يجب أن تكون من 5 إلى 7 درجات مئوية، أنزل حرارتها إلى 5 إلى 7 درجات مئوية خلال 5 ساعات من الحصاد. وهذا يعني أن الحصاد يجب أن يكون تدريجي، بحصد بدخل على غرفة التبريد، بحصد بدخل على غرفة التبريد. عادة وقت الحصاد بده يكون درجة حرارة الحقل 40، فأنت توقع أن الثمار عندك تكون حرارتها بين 28 و 34 درجة مئوية، يجب إنزال حرارتها إلى 5 درجات مئوية مباشرة بعد الحصاد. لذلك مزارع الأفوكادو، إذا أنا كنت من المصدرين أو من أشباه المصدرين اللي أنا بودي لناسهم وبأخذوا مني وبصدروا، أو أعلم مني أنا الفواكه تبعتي ستباع في مكان ذو جودة عالية وبدها تجيب أسعار عالية، التبريد يجب أن يتم خلال 5 ساعات من الحصاد، يجب أن يتم من درجة حرارة الحقل إلى 5 إلى 7 مئوية. ممكن أعمل البري كولينج شوك بهواء بارد بمياه باردة بعدين أدخل، أنا بفضل هواء بارد بفضلش مياه باردة، وممكن أدخل مباشرة إلى البراد إذا درجة الحقل عندي معقولة. الجريدينج أو عملية التدريج تكون عادة بناء على قضيتين، الحجم ودرجة النضج، و لأسواق التصدير هي بتكون فقط على بناء على الحجم. والآن العالم كله، زمان كان الحق العالم كله بيشتغل في كراتين 12 كيلو، الآن العالم كله يتجه إلى 4 كيلو. فكرتونة 4 كيلو عندي السايز كود 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. هذا عدد الثمار اللي هي تشكل 4 كيلو في كرتونة، تمام؟ فلما أنا أحكي عندي 4 حبات في 4 كيلو، طبعا هذا شيء يعني صعب جدا، مش موجود، ما شاهدته، ولكن ممكن يكون موجود في العالم. الأفضل إحنا دائما نلعب بين 12 إلى 20 حقيقة. أعلى شيء أسعار في الخمس ست أعوام الأخيرة هو أنه الكرتونة 4 كيلو يكون فيها من 12 إلى 20 حبة. الآن 12-14 أو 14-16 أو 16-18 أو 18-20. 12-16 من 12 إلى 16 هي في الآخر 3 أو 4 سنوات بتجيب أعلى أسعار دائما، وهي تعني أن الثمرة تكون عندي إذا كانت 12 من 300 إلى 365، إذا كانت 14 من 266 إلى 305 جرام، وإذا كانت 16 من 236 إلى 265. يعني أي ثمار بين 236 جرام و 365 جرام هي دائما بتحصل أعلى أسعار في السوق العالمي، علما أن هنالك طفرات. مثلا قبل حوالي 5 أسابيع بالضبط في السوق الفرنسي جريد 18-20 كان ناقص غير موجود، في نقص فيه، فارتفعت أسعاره حوالي 15 إلى 20% عن 12-16. ليش؟ لا يعني هذا أنه أصبحت رغبة السوق هكذا، ولكن هنالك نقص في هذا الطلب أو في هذا الحجم. دائما هذه هي عملية التعبئة والتدريجات تبعت الأفوكادو. إحنا كمزارعين بنفضل دائما من 12 إلى 16، هذه هي المضمون واللي دائما بياخذ اعلى اسعار وبيفضل وبياخذ دائما افضل جوده وبيحصل عفوا اعلى اسعار في السوق العالمي لكرتونه الاربعه كيلو. كان في زمان كرتونه 12 كيلو، ما زال بعض الاسواق يعبئ فيها حتى في المكسيك، في البيرو، في الفلبين، ولكن الان اوروبا، احنا بنتكلم على منطقتنا، خلينا دائما نحكي اوروبا الخليج العربي، الجماعه هذول الان بداوا يتعودوا على أو يطلبوا كرتونة 4 كيلوغرام. التخزين زي ما حكينا دائما من درجة حرارة 5 إلى 7% ومع رطوبة جوية 85 إلى 95% لمدة 3 إلى 4 أسابيع تستطيع أن تتحمل هذه الفوكية. فإذا ترانزيت تايم فترة الشحن عندي 3 إلى 4 أسابيع، بدي أحافظ على ثماري توصل إلى بلد الاستهلاك. مثلا أنا شاحن إلى ميناء أنتورب في بلجيكا، إلى ميناء روتردام في هولندا، أو
او الى الجزيرس في اسبانيا. هذه الثلاث موانئ الاساسيه اللي احنا بنصدر لها البضاعه التي ستوزع في اوروبا كلها. مفروض اني اشحن من 5 الى 7 مئويه في الكونتينر، وتكون الرطوبه من 85 الى 95%. في نقطه هون هم مش ذاكرينها، لانه هذول دائما اي كونتينر مبرد في نقطه ثالثه اللي هي الاير سيركوليشن، عاده بنخليها صفر. تمام؟ فيعني هذه هي الصوره مثلا للافوكادو كيف يتم تعبئتها في هذه الكراتين المفضله. بتكون الكرتونه مثلا سوليد كوريجيتد، وبيكون فيها سنجل لاير درجه واحده، ما بنحط طبقتين فوق بعض، بيكون نضمن انه يكون في عندي اير سيركوليشن جيد، او مثل ما بنقول احنا ايش، تهويه جيده لهذه الثمار داخل الكرتينة، بحيث أن الهواء يستطيع أنه يتحرك فيها بسهولة. أنا أنهيت هنا محورنا الرابع في حلقته الثانية في اليوم الرابع. سامحونا إذا قصرنا في شيء، وأتأمل أنه يكون الجميع استفاد. نفتح الباب للأسئلة. الوقت الأسئلة هذا اليوم، أنه اليوم الأخير مفتوح قبل أن نستقبل الأسئلة. البي دي اف تبع هذه الدورة كامل سيكون مع الإخوة في النقابة، مع المهندسة آلاء. في كمان 4 أو 5 مراجع علمية أيضا سأرسلها لها بعد انتهاء الدورة مباشرة. أضف إلى ذلك في اسم الكتاب اللي أنا تكلمت عنه أيضا سأرسله بكافة التفاصيل. سأرسل إيميلي أيضا. أي إنسان بحاجة إلى أي معلومة في أي يوم، لا تبخلوا علينا بكرمكم وبأسئلتكم. أنا عندي قاعدة دائما، زكاة العلم نشره. فأنا بحب النوع اللي يعني بحب دائما التواصل، بحب دائما في أي وقت يتصل فيه أي إنسان يسألني أي سؤال جاهز للإجابة. كلكم إخوة وأحبة، شكرا لكم تحملتونا. نقطة أخيرة، أعتذر عن فقدان أعصابي الذي حصل بالأمس في نهاية الجلسة. هي يعني كل إنسان فيه حسنات وسيئات، وكل إنسان فيه أخطاء يجب أن أصلحها. إحدى سيئاتي أني إنسان لا أحب أن يقاطعني أحد وأنا أتكلم، خصوصا لما أكون أتكلم في موضوع مهم جدا أو بشرح نقطة معينة. فأنا أعتذر للجميع عن أي شيء حصل، سامحونا، ونسأل الله أنه دائما يساعدنا على تطوير أنفسنا وتحسين أخطائنا. شكرا لكم جميعا، وجاهز لاستقبال الأسئلة. وبقول مرة ثانية، أسئلتنا اليوم مفتوحة حتى تملوا إن شاء الله. شكرا لكم. الله يعطيك العافية مهندس إياد. الله يعافيك. مشكور، ما قصرت. أنا بفضل إنه حاليا نبدأ بالاستفسارات والأسئلة الموجودة على الشات من الحلقة الأولى. نعم. حتى نتمكن إنه ونتأكد إنه الجميع متمكن من المعلومة. في معنا سؤال من المهندس محمد القيسي: تكلفة الأسمدة بالنسبة للإنتاج التجاري، هل يمكن التخفيف من كمية الأسمدة وتعويضها بالأسمدة العضوية؟ والله يا أخي الكريم سؤالك رائع، وأنا هذا تكلمت فيه. الآن نرجع وبنعيد نفس النقطة. دائما نستثمر في التربة، دائما نستثمر في التربة. هذه الكلمة يمل مني المزارعين من ذكرها. كل ما عندك زيادة كاش استثمر في المادة العضوية في التربة. يا أخوانا، لما أنا أزيد المادة العضوية في التربة، أنا بكل بساطة قاعد بزيد الشحنات السالبة. فأنا لما أزيد الشحنات السالبة قاعد بزيد الكاتيون إكسين كاباسيتي، كأني قاعد بزيد نسبة الطين في هذه التربة. تمام؟ فكلما أنا زدت الكاتيون إكسين كاباسيتي، معنى ذلك أن هذه التربة قولا واحدا ستقوم بتخزين بوتاسيوم وفوسفور أعلى، وهذا بيكون عبارة عن مخزن استراتيجي لا 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 علاقة له بحاجة الشجرة. ومش لازم أنت كمزارع أو كمهندس في الميدان لما تحسب كمياتك تقرب على هذا المخزون. إذا وصلنا إلى كاتين إكسين كاباسيتي عالي، مادة عضوية تصل إلى 4 إلى 5% في خلال أول 4 أو 5 سنوات، أنا أعدك بأنك أنت راح توفر أكثر من 40% من كميات الأسمدة اللي أنت بتعطيها. وهذا من تجربة شخصية. أنا من الناس اللي كان عندي مشروع بشرف عليه في إحدى الدول الإفريقية في غانا، بدون ذكر أسماء، في السنة الأولى كان عندنا
بادجت يعني رقم مخيف جدا في الأسمدة، لأن كانت التربة تعيسة جدا. احنا وصلنا إلى 1,100,000 دولار في السنة الخامسة بعد ما احنا رفعنا المادة العضوية في التربة من 1%، كانت عفوا 0.2%، وصلنا إلى 3%، نزل هذا الرقم إلى 680,000 دولار. فأنت بتتكلم قاعد في رقم مخيف جدا. السبب أنه أنا زدت الشحنات السالبة في التربة، فالنبات الكميات اللي أنت بتعطيها قاعد بخزنها في التربة والنبات يأخذها. فدائما استثمروا في موضوع المادة العضوية، والمادة العضوية موجودة حولنا في كل مكان، في 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 اللي أنت بتقلمه، إذا أنت قطعته وطهرته ورجعته على التربة فهو مادة عضوية. أنا من النوع اللي لما يعمل عملية تعشيب في المزرعة يدوي أيضا بيخلي العشب في الأرض حتى يزيد المادة العضوية. السباخ البلدي أو زبل البقر موجود دائما. بدأنا هذا العام في موضوع أنه أخواننا والمهندسين في مزارع الفطر عندهم كل 4-5 دورات بيغيروا الكومبوست اللي هم بيزرعوا فيه، أعطيني إياه يا أخي، أنا بضعه في التربة. كل ما يتاح لك وهو بثمن بسيط جدا، يعني نتكلم قاعدين لشوال ب15 قرش. فكل ما عندك أنت كاش زيادة استثمر في المادة العضوية في التربة، لأنه كل هذا عبارة عن توفير مستقبلي. إذا وصلت ل5% تأكد أنه إنتاجك سيكون عالمي، ممكن توصل 4 أو 5 طن في الدنم، أو ما نتكلم عنه من 20 ل25 إلى 30 طن في الفدان، وإنت مرتاح وبنصف كمية الأسمدة التي كنت تجاهد في السنة الأولى والثانية والثالثة حتى تصل إلى نصفها. في معنى سؤال أيضا بمناسبة الأعشاب والحشائش، ما أفضل طريقة للتخلص من الحشائش في فترة التزهير لأشجار الفاكهة؟ حقيقة أنا ضد، أنا من الناس اللي هو ضد رش مبيدات الأعشاب أو الحشائش في أي مزرعة شجرية، وأعلم أنه إحنا بنكون مضطرين والعمالة نادرة والعمالة مكلفة، ولكن يا أخواننا أيضا من تجربة شخصية كثر رش الحشائش، وبالذات إحنا في الشجر حقيقة مش مسموح لنا شيء أكثر من الجلايفوسيت. وإذا بدك أنت أكثر، يعني أنا أعلم أن المزارعين في منطقتنا العربية برشوا الجلايفوسيت 48%، لا في دول أخرى إحنا ليس مسموحا لنا، مثلا في الفلبين كان، ولا حتى في غانا ولا في جنوب أفريقيا، أنه إحنا نرش الجلايفوسيت أكثر من 36%. ولكن أنا عندي مقارنات، رشة ولا رشة، أقل شيء أنت بدك تقوم ب6 دورات في السنة، صح ولا لا؟ 6 دورات بعد 4 سنوات عندك 24 دورة. يستحيل مهما كانت العمالة محترفة عندك إن هي تسيطر لا تحدث أي ضرر على هذه الشجرة. ستجد بعد السنة الرابعة أو الخامسة إنه أنت في عندك أصبح موت، بداية موت للأشجار، وسنجد إنه في مرحلة من المراحل أنا صار عندي خسارة لجزء من المحصول نتيجة رش مبيدات الأعشاب. أنا مني ومن عند جهويد الله بقول يا جماعة الخير، خلينا على العمالة، خلينا على آلات الحش اليدوية. في الآن آلات حش يدوية رخيصة، هي عبارة عن مراوح زي المنشار بماتور صغير تمشي أنت في الحقل بتقص، هذه هي أسلم طريقة، ما هي فقط فترة الإزهار اللي أنا بتجنب فيها الرش. إذا كنت أنا مضطرا للرش بدخل في موسم السكون في شهر، في آخر أكتوبر يا سيدي بيكون أنهيت حصادك، داخل أنت في موسم البرد، ممكن أرش رشة جلايفوسيت. بفضل 36% في الشجر وليس 48%، والجلايفوسيت هو المادة الوحيدة المسموحة لنا يا جماعة في الشجر. ما حدا يقنعك انه ممكن ترش جراماكسون، ممكن ترش اي شيء اخر اكثر من ذلك، او 2,4-D او ترايفلورالين او الى اخره، لا، هو الجلايفوسيت فقط المسموح، والمسموح 36%. ممكن ادخل برشة واحدة فقط لا غير، وبعد ذلك بعتمد على بحتاج الى 2 إلى 3 تعشيب يدوي وانتهى الموضوع. ممكن يكون جزء منها تعشيب كامل، ولكن ممكن يكون فقط حش ويغنيني، والحش هذا اللي بيطلع منها بخليه على الأرض بيزيد عندي المادة العضوية. معنا سؤال، هل يعمل خفض الثمار في الأفوكادو؟
هل عفوا؟ هل يعمل الخف بالثمار في الأفوكادو؟ والله احنا لا نخف ثمار الافوكادو، لانه احنا يا دوب محصلين نسبة العقد في الافوكادو ضعيفة، ليس كمحصول المشمش، ليس كمحصول الدراق، ليس كمحصول العنب، لا الافوكادو اصلا عقده ضعيف بطيء، واحنا لا نخفه ابدا الا اذا اجاني مثلا فوج زهر ثاني زي ما تكلمنا وعقد، وانا عارف انه هذه الثمار اذا بدها راح يدخل عليها موسم البرد راح تتبهدل ولن استفيد منها، وهي صغيره بشيلها، بس هذه بتكون اوف سيزون، بنسميها اوف سيزون فروتس، اصلا ثمار عقدت في الوقت غير الصحيح، اما في وقت العقد الرئيسي ما يفضل انه احنا نشيل اي شيء. تمام، في معنى سؤال من المهندس وليد، هل مبيد البروميد جو بيجيب نتيجة جيدة في المكافحة؟ مبيد ال البروميد جو، الريبدوميل بعتبر ريدوميل جولد، نعم ريدوميل جولد. حقيقة يعني مثل ما تكلم أخونا أيمن العالم من فلسطين الحبيبة، ما فيها المشاكل الفطرية الكثيرة إلا الفايتوفترا. الريدوميل جولد من المواد اللي هي أصلا تستخدم على الفايتوفترا في التربة، بدأ استخدامها في بعض الدول وبتعطي قاعد نتائج جيدة. ممكن نرشه رشة يعني وقائية قبل الحصاد بشهرين أو بثلاثة، بخفف عندي نسبة الإصابة بالأنثراكنوز، ولكن مثل ما تكلم أيضا أخونا أيمن وأكد على كلامي، الأنثراكنوز هي مشكلة ما بعد حصاد، فإذا أنا عندي تصدير أو كذا بفضل إني أنا أبتعد عن رش المبيدات 60 يوم قبل الحصاد فما دون. في عندنا استفسار من مهندس عامر، إذا ممكن تعطيهم بشكل سريع حساب احتياجات الشجرة الواحدة من الأسمدة. احتياجات الشجرة الواحدة من الأسمدة، احنا شرحنا أتوقع هذا الكلام، خليني أرجع للسلايد. يعتمد، أنا حطيت 30 طن في الهكتار، يعني 3 طن في الدنم، وهو أتوقع رقم سهل الحصول عليه في منطقة مثل غور الأردن أو في مصر أو كذا. فإذا بنتكلم على شجرة عمرها 5 سنوات، لأنه زي ما تكلمنا كل سنة بتزيد الكمية، ففي اعتقادي إحنا بحاجة مثلا إلى 276 كيلو من النيتروجين للهكتار، هذا إذا كانت التربة ما فيهاش أي شيء يا إخوان، تمام؟ في منطقة الغور، في مناطق الأردن، في عنا شوية بوتاس، في عنا شوية فوسفور، في عنا كالسيوم ومغنيسيوم كثير، فأنا في اعتقادي إذا بده شيء عام يشتغل أخونا، خلينا نحكي على للدنم واقسمها على 30 حتى تطلع عندك الشجرة. فأنا بدي أقسم أنا وياك حسبة عرب، ولو أنه هذا الكلام لا يجوز لأنه كلام مش علمي، لازم أخذ تحليل تربة، لازم أخذ تحليل ورق، لازم أخذ أمور كثيرة جدا، بس إن أنا بدي أشتغل حسبة عرب عندي 27.6 كيلو للدنم على 30، أنا عندي مثلا خلينا نقول كيلو من النيتروجين خلال السنة، و 17 على 30، وبنحكي على نصف كيلو من الفوسفور، وبنحكي على 2 كيلو من البوتاس أو 2 وشوي 2.5، وبنتكلم على 700 جرام أو 800 جرام من الكالسيوم، و 600 جرام من المغنيسيوم أو أقل حتى من ذلك. فكيلو نيتروجين، نصف كيلو فوسفور، 2.5 كيلو بوتاس إذا حبيت أنت تعرف. فإذا حدا مثلا، هذا بشكل عام خلينا نقول، لواحد عنده مساحات صغيرة ما بدوش يعمل تحليل تربة أو فيش عنده مختبر تحليل تربة أو كذا، وبده ينتج 3 طن للدنم، عمر الشجر عنده 5 6 سنوات كمتوسط، يعني محيط الشجرة 30 سنتي، إحنا بنتكلم على كيلو نيتروجين، نص كيلو فوسفور، 2.5 كيلو بوتاس. الآن هذه حولها لكمية أسمدة، إذا بدي النيتروجين أعطيه يوريا مثلا
وانا ضد اني اعطيه يوريا طول السنه، بتكلم على 2 كيلو يوريا او 2 و2 بالعشره. اذا الفوسفور بدي اعطيه ماب بتكلم على نص كيلو تقسيم 0.6. اذا بدي اعطيه على شكل ماب مثلا، لحظه يا سيدي نفتح الحاسبه، 0.5 تقسيم 0.62 نتكلم على 800 جرام من الماب. واذا بدنا نحكي 2.5 ضرب 0.5 كيلو مثلا، عفوا كيلو ربع، لا عفوا 2.5 تقسيم 0.5، اذا بدي اعطيه سلفات بوتاسيوم بعطي 5 كيلو. هذا على سبيل المثال للحصر، فصعب حكمها. بس احنا بنحكي اذا بدنا نحكي ان بي كي 1.5 2.5، يعني اذا في شركه اسمده هيك بتريحنا وبتصنع تركيب مثلا 10 5 25، بنكون لها من الشاكرين. مثلا تستخدمها انت طول الموسم، او خذ شيء زي هيك مثلا 8 4 12.5 بهذه الطريقه، 1 0 2.5 هي عباره عن نسبه ثابته قد تكون جيده لمحصول الافوكادو طوال الموسم. مشكور مهندس. في معنا ايضا سؤال، هل تم التعرف على اسم الفطر والتاكد انه فيزاريوم؟ للعلم ممكن إضافة هيدروجين بروكسيد لماء الري. هذا نعم، هذا السؤال أتوقع سأله أخونا المهندس وليد، ورد سأله بشكل شخصي في مداخلة، فتم نقاشه مع المهندس أوريدي، مع المهندس أيمن. في سؤال من مهندس حاتم، في نقاط، ما هو وصفك لطبيعة شجرة الأفوكادو من حيث النمو الخضري؟ وهل ظاهرة السرطانات تزيد لصنف عن صنف؟ ومجموعة الجذري قريب من أي شجرة آخر معروف؟ وين أشوف السؤال مكتوب؟ لأنه في نقاط كثيرة يا حاتم أبو يوسف. يعني لا، ما بنقدر نقول انه في اصناف تعطيني سرطانات اكثر من سرطانات، بس هي الاشجار السريعه في النمو اكثر، او يعني شيء طبيعي اللي حجمها الخضري اكبر راح تكون فيها نسبه السرطانات اعلى. دائما نسبه السرطان مبنيه على درجه حراره الجو واشكال النيتروجين اللي احنا بنضيفها بشكل اساسي. ف يعني هذه هي اللي انا بستطيع اني اتكلم فيه بهذه الطريقه او بهذا المجال يعني، فقط لا غير. ايضا سؤال عن كيفيه التغلب على لسعات الشمس على السيقان وطرحات الافوكادو. يعني لسعات الشمس، انا زي ما تكلمت في عندنا اكثر من طريقه، الزراعه تحت الشبك هي الطريقه الافضل. تكلمت انا ايضا في التقليم انه يجب ان انه احنا نجور في التقليم، ولكن ليس بشكل ان انا اقترب من اشيل كل فروع السنه الاولى في الجهه الشماليه الشرقيه من الشجره. انا دائما حكيت وكنت اعيدها، الجهه الشماليه الشرقيه من الشجره هي ممكن تشيل 30% او ثلث انتاج الشجره، تمام؟ هذا الثلث دائما سيكون، بما انه شمالي شرقي، الاكثر تعرضا للشمس والاكثر عرضة للإصابة بلطعات الشمس. فأنا إذا أنا قمت أني جرت على التقليم في هذه الجهة في موسم السكون، ولا أتكلم على الجور أني أنا أجور إلى الداخل، لا، أتكلم على عمليات تطويش أكثر والحصول على تفريعات أكثر من هذه الجهة، في بشكل طبيعي ستكون الثمار مغطى بأوراق أكثر وتقل فيها إصابات لقاعات الشمس. تمام. لا، مداخلة المهندس أمير فتحي ذكرت من المرة الماضية في طلبات من مهندسينا، إذا في مجال نبعث لنا الأبحاث. أيضا هنالك سؤال بس حاتم، توجد مركبات تحتوي على النيتروجين الأمين ويمكن إضافتها أي وقت من شكل تلك المركبات حاصلة على براءات اختراع، وهو اتجاه جديد تحت مسمى الأسمدة الذكية. المهندس حاتم، ليس سؤال، يعني خلينا نتكلم بأسلوب علمي فقط اليوم ونبتعد عن أي شيء له علاقة به. معنا
مشاركات. مهندس نبيل تفضل، مايك معك. عندي انا والله يعني اعتذر على الاطاله مهندس نبيل، بس لا 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 مش هيك يا مهندسه، اللي صار يعني صراحه مش انا لحالي، انا فكرت اني لحالي، مش انا لحالي، في مجموعه كمان ما قدرت تلتحق في، ما حطيت الرابط، ما بعرف انا كيف الاخوان اللي هذا يعني كل يوم كنت تحط الرابط امبارح ولا اليوم، بالاخير انا يعني من خلال تواصل من بعض الزملاء لما حصلت الرابط، ما بعرف شو المشكله عند المرابط والموقع، ما بعرف انا شو كيف هذا يعني، والله تنتبهوا لهي النقطه. لا يعطيكم العافيه، ما قصرت اخوي اياد، بعرفش انا بس حابب اسمع رايك، بعرفش انت حابب في قضيه المثبتات العقد والهرمونات وهذا، بعرفش يعني حابب اسمع رايك في قضيه استخدام منظمات النمو في تثبيت العقد، انه بعد ما يحصل العقد استخدام منظمات النمو. نعم، هو يعني اخي الحبيب انا بشكرك، بعرف انه في الان كثير ناس قاعدين بيشتغلوا على ابحاث كثيره، انا في اعتقادي يعني الكلام في هذا الموضوع لن ينتهي، انا حبيت اذكره على عجاله وما حبيت اني انا يعني ادخل فيه كثيرا حتى ما ياخذ طابع تجاري. من المعروف دائما يا اخوانا انه الشجره، وهذه قواعد عامه لاي نبات خليها دائما في بالنا، انا كمزارع بهمني انتاجيه ونوعيه، تمام؟ خلينا نتكلم كلام عام بعدين ابدا ارد على اخونا في سؤاله. الانتاجيه دائما هي عباره عن كم طن في الهكتار، كم طن في الفدان، كم طن في الدنم، وهي متعلقة بشيء بنسميه الـ NK ratio، نسبة النيتروجين إلى البوتاس. إذا أنا حافظت على نسبة النيتروجين إلى البوتاس داخل النبات حسب ما يتطلبه هذا المحصول فأنا باخذ إنتاج عالي. قضية جودة الثمار دائما لها علاقة بنسبة الكالسيوم إلى المغنيسيوم، إذا أنا حافظت على نسبة الكالسيوم مغنيسيوم ريشيو داخل النبات أو في الثمار حسب ما يتطلبه هذا المحصول في النورمز أو في الحدود المطلوبة أنا حصلت على جودة عالية. يبقى عندي أيضا أداء النبات كله، كل عملية نمو النبات هي عبارة عن هرمون البالانس، نسبة السيتوكاينين إلى الأوكسين، الأوكسين إلى السيتوكاينين، الإيثيلين متى بده يطلع، علاقة الإيثيلين بالأبسيسيك أسيد باثوي وتوازنهم مع بعض، حتى أنا أخذ مثلا هنبعد شوي عن أفوكادو بدي أتكلم عن العنب أو التفاح، أخذ لون ولا أخذ لون مع طعم مع نضج في 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 كافة الأجزاء. ف يعني القضية اللي أنا يعني بديش أحكي أني أنا ضد، وأنا متأكد أنه في ناس كثير نجحوا في موضوع رش منظمات النمو، لما نحكي منظمات النمو خلينا ننسى كل شيء نتكلم فقط على الهرمونات. أنا متأكد أنه في ناس كثير نجحوا في موضوع منظمات النمو ورشها للحصول على عقد أفضل أو تثبيت ثمار أو تحجيم أفضل أو إلى آخره. ولكن ما أنا متأكد منه أنه معظم المركبات التي تحتوي على منظمات النمو ما عدا هيني بضع نقطة نظام ما عدا الجبريليك أسيد هي عبارة عن مواد مستخلصات طبيعية، لا نستطيع تحليل كم نسبة منظمات النمو اللي موجودة فيها، لا نستطيع تحليل نسب منظمات النمو هذه إلى بعضها البعض، تضرب غالبا بتصيب ولكن ممكن تخيب. ولكن أنا بقول ليش ما أنا طالما أنا عارف ما هي العناصر الغذائية التي توافرها في هذا الجزء النباتي يؤدي إلى إفراز هذا الهرمون، نرجع زي ما تناقشنا مع المهندسة ميربت، إذا أنا تراكم عندي النيتروجين على شكل نترات في الأوراق فهو سيشجع نمو هرمون الأوكسين أو إفراز هرمون الأوكسين، إذا تراكم عندي النيتروجين على شكل هيدروجين NH3 NH4 في 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 سيتراكم في الجذور غصب عنه
لأنه هيك الباثوي تبعه، وسيتم الأسيميليشن تبعه في الجذور، وسيشجع إفراز هرمون السيتوكينين. الكالسيوم وعلاقته في التوازن بين السيتوكينين والأوكسين. ليش ما أنا أشتغل بطريقة عكسية؟ أني أنا أغذي بطريقة صحيحة وأتأكد من تواجد العنصر في الجزء النباتي المطلوب في الوقت المناسب حتى يتم الحصول على توازن هرموني صحيح 100%. أتوقع أنه أنا من أصحاب هذه النظرية، وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، أنا لن أفرض رأيي على أحد، ولكن لأنه أنا بالنسبة لي إحنا تعلمنا شغلة في أنا خريج جنوب أفريقيا، فكانوا في الجامعة بيحكي لك إذا لم تكن متأكدا من هذه الجملة اللي بدك تكتبها، الفقرة اللي هي عبارة عن 3 أسطر 100%، ولك على كل حرف منها إثبات علمي من مرجع معروف إنه فلان عمل البحث كذا وحصل على كذا، فلا تقل. فلذلك أنا مش من النوع اللي بيقتنع بسهولة حتى أشوف دليل علمي. الآن في تجارب كثيرة وفي إجراءات كثيرة وفي ممارسات كثيرة، وأنا بقول لك كثير منها ناجح، أنا لا أخفي هذا الكلام، ولكن أنا دائما خوفي إنه هذه المواد لا يوجد ما يثبت كم النسب الحقيقية للمنظمات النمو اللي موجودة فيها نسبتها إلى بعض، وممكن رش غلط، عامل أخطأ، overdose، wrong timing، إذا أخره يحصل عندي مشكلة. فلذلك أنا بحاول أبتعد عنها، ولكن أنا يعني هذا رأيي الخاص، بس أنا بقول لك أنا متأكد أنكم قطعتم شوط طويل في هذه المواد ومرتاحين لها وقاعدة بتعطي عندكم نتيجة. فبس هذا لازم نتواصل أنا وياك، معناها لأنه إحنا عمالنا من 3 سنوات ودور جاي أنا جربت شيء معين واشتغلنا عليه بتراكيز وبرشات، يعني الطريقة اللي استخدمتها إنه أنا بعد ما يحصل عندي 30% عقد ببلش أستخدم هذا المنظم، أستخدمه 3 مرات أسبوع بين كل مرة ومرة، وأفرقت معي بالإنتاج بالدنم تقريبا طن. ما شاء الله. تقريبا الله أفرقت في بعض المزارع أفرقت طن، من 800 ل 1000 كيلو جرام أفرقت عن مزارع ما استخدمنا فيها هاي الرشات أو هاي المادة اللي استخدمناها. هسا كتأثير سلبي يعني أنا ما شفت، ممكن أنت كلامك صحيح 100% على فترة لقدام، ممكن خطأ معين من عامل حط الدوز أزيد بدل ما يحط سي سي حط 2 سي سي راح يخرب عندي المزرعة هذيك السنة ونوك الهواء، لكن كتجربة جربناها واشتغلناها أعطت نتيجة على نوع من أنواع المنظمات اللي استخدمناها. بارك الله فيك، بالعكس أنا مهتم بالتواصل معك، وأنا مهتم إني يعني أنا من نوع من الناس اللي بيحب يتعلم كل شيء كل يوم. الله يسعدك، أنت علم وأنت المعلم، الله يخليك. لا يا سيدي أستغفر الله، يعني إحنا أنا مبسوط يعني من كل الموجودين في هذه المحاور الأربعة في هذه الأيام الأربعة، كلنا تعلمنا من بعض أنا متأكد، يعني فهذه هي الحياة، يعني الإنسان لازم يطور علمه كل يوم. أكيد سنبقى على تواصل ونتابع أكيد مع بعض هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا لك سيدي. معنا مداخلة من مهندس ياسر وسنينة، تفضل أبو محمد الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي الله يعطيك العافية وقواك الله ويحفظك. باسمي وباسم مجلس نقابة المهندسين الزراعيين طبعا أنا أشكر وجودك معنا في هذه الدورة لمدة 4 أيام. ممكن كان الأصل نرحب فيك إحنا من أول يوم، لكن أنت أخ حبيب وعزيز وأنت من أهل البيت يعني. وأيضا شكر المهندس آلاء والمهندس ليث، يعني صراحة الجهد اللي بيبذلوه في موضوع برنامج تميز لموضوع المهندسين الزراعيين، وخاصة في هذه يعني الفترة اللي شوي إحنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يعني يا رب إنه البلاد تمر بسلام من قضية أمين هذا الوباء. فهذا الجهد صراحة إحنا بنقوم فيه حريصين جدا إنه إحنا نقدم شيء للمهندس الزراعي في هذه الفترات. صراحة أنا سعيد جداً أن أشوف أخ وحبيب وعزيز وشخص بالنسبة لي يعني أعتبره أنه أستاذ بيقدم شيء. حريصين دائماً أنه المهندس الزراعي اللي ناجح في كل الدول العالم أنه يكون كمان لإخوانه عليه حق أنه يقدم لهم شيء جديد، وخاصة أنه أنت عارف القطاع الزراعي الفترة هاي يعني يعاني من كثير من التفاصيل. لابد أنه إحنا المزارع عقليتنا إحنا الآن تنتقل لقضية اختيار الأصناف الحقيقية في هذا الموضوع. اسمح لي أيضاً سيدنا أنه أنا رحب في كل الزملاء اللي شاركوا معك وباسم مجلس نقابة المهندسين الزراعيين وباسم أيضاً يعني الله يعطيهم العافية
وجهودهم كلها مشكورة، وأسئلتهم بتنم على معرفة عالية واهتمام عالي. اسمح لي أيضا أني أرحب يعني في أخونا المهندس حاتم فكري ورفقه من مصر الحبيبة مصر العروبة، وأبو يوسف شخص عزيز وحبيب، وهو أيضا مهندس ذو باع فني وباع إعلامي عالي جدا حقيقة. وجود أنه مهندسين ومزارعين من مصر لحاله هذا يعني إحنا سعيدين فيك نقابة مهندسين زراعيين. أيضا أخونا المهندس أيمن من فلسطين الحبيبة أيضا يعني ما شاء الله، يعني أنا بتابع من فترات، وإن كنت يعني ما كنتش أتداخل في النهاية، أنتوا ما شاء الله أصحاب خبرة وتتحدثون، لكن واضح أنه هم من وصل مرحلة من التطور والخبرة الشيء الكبير. نسأل الله أنه يا رب يفرج عليهم ويعني وتعود فلسطين حرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. صراحة أنا مداخلتي كانت هي شكر لك، وإن كان يعني شكر في يعني في الخواتم. أنا سعيد جدا أنه إحنا صراحة يعني هذه الكفاءات من مهندسينا الآن تكون يعني بين إيدين مهندسين الآخرين. أنت حبيبنا ما شاء الله عنك، حفظك الله، شكر الجميع وسامحوني. شكرا شكرا جزيلا محمد، الله يبارك فيك على مداخلتك اللطيفة. مهندس وليد معنا في مداخلة، تفضل مهندس وليد المايك معك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ المهندسين أبو محمد. بداية نرحب بالمهندس ياسر، الله يمسك بالخير يا مهندسنا. حيا الله حيا الله أبو محمد، الله يحفظك يا رب. الله والله نسعد نسمع صوتك، معذرة عليك كثير سيدي، إن شاء الله نشوفك عن قريب، بس عندي بعض الاستفسارات معلمنا المهندس زياد. استغفر الله سيدي تفضل. والله إنك معلم. الله يكرمك. عندي اقتراحات أنا معلش فنية، هل لو سبق لو طعمنا الشجرة على أكثر من صنف، يعني مثلا الأصناف المبكرة وأصناف وسط وأصناف متأخرة، هل هذا ممكن يساعد في عملية التلقيح؟ والله لقد سألت عن عظيم يا سيدي. بالفعل لقد سألت عن عظيم. بخطر عبالك شغلات أبو محمد، أنت يعني خطير، يعني أتوقع أنه يعني لازم تحضر معنا أي دورات قادمة. هذا أحد الحلول، لأن أنا بريدينج أصلاً. هو إحنا أنا مستمتع لأنه يعني الخبرات كثيرة، فوجودك قامة مشهورة في موضوع البريدينج أعطيتنا شوية أفكار يعني لا بأس بها في اليومين الماضيين. أنا الأولى يعني كتبت وبلشوا الشباب هناك أشرح لهم إياها يطبقوها موضوع الترقيد الهوائي، بس هذه كمان يعني أنت هيك أنا بدي أصفن. بعرفش أخونا هي أحد الحلول الصحيح المتبعة عادة في مشاكل التلقيح، لما بكون صنف واجه مشاكل أو إشكاليات في التلقيح لعدم الكومباتيبيليتي الانسجامية أو لعدم لمشاكل، فدائما بيعملوا شجرة 3-4 أصناف من نفس الكروب، يعني هذه بتساعد في الموضوع، فحبيت أستوضح منك هذا. هي يعني نظريا لا غبار، ولكن عمليا إنه إحنا الأصناف اللي قاعدين نزرعها فترات تزهيرها مختلفة، ما هو عشانها مختلفة إحنا حابين نستفيد من هذا الاختلاف. نعم هذا اللي أنا قصدته من السؤال تاعك. لا هيك بدك توضح لي أكثر، أنك قلت مساعدتها في التلقيح، لأنه هي تزهيرها في بعض الأصناف في شهرين بين عملية التزهير. هو كيف كونه أنا طبعا أنا ولا أنكر، أنا أول مرة بعرف عن المانجا مثل ما حكيت لك، ما سبق وشفت شجرة مانجا في حياتي، ولذلك أنا تعلمت منك من زيرو إلى يعني ما شاء الله. لكن أنا بدي أقول لك الفكرة كيف. نعم لون الشجرة الإزهار تاعها إذا يتفتح ويغلق ويتفتح ويغلق يعني بتأخذ الأسبوعين ثلاثة على ما فهمت منك. نعم. الصنف الأول اللي ممكن يخليه مبكر، الصنف الثاني متوسط، الثالث متأخر. الآن في بصير بينهن تداخلات بالتلقيح، يعني بصير بينهن أوفرلابينج في التلقيح، هذا اللي أنا وتوقعته. والنحل بيظل مستمر بالتداول معها، يعني انت حكيت انه موضوع الريحان مشان انك تخلي النحل متواجد، فاذا كان صنف شجره عليها 3 اصناف بدل ما يكون خلال اسبوعين عمليه التلقيح الازهار جزء توصل حوالي 6 اسابيع، فاذا كان 6 اسابيع هيك بنكون النحل يعني موجود متواصل. هذه الفكره اللي خطرت في بالي، حبيت استوضحها انا غلطان ولا لا.
لا هي زي ما قلت لك نظريا جيدة، بس بدنا نختار أصناف قريبة التزهير من بعضها البعض. يعني هذا يعني ممكن نزرع الملومة هاس والهاس أو نطعمهم على نفس الشجرة، وال ما بعرف شو رأيك أخونا ما أيمن. يعني أنا لحد الآن صافن يعني يا أخويا إياد بالفعل، يعني الفكرة يعني بعرفش. طيب أنت جربها، يمكن يعني أنت جربها عندك وأنا بدي أجربها. هاي أكيد يعني أنا ابتداء من الأسبوع الجاي هاي الفكرة يعني دخلت، يعني أنا كتبتها على الورق عندي، بس هي يمكن يعني هي نظريا ما في عليها خلاف، تطبيقيا أتوقع كمان ما في عليها خلاف. ليش؟ لأنه هي عبارة عن إني جبت شتلة الهاس والملومة هاس زرعتهن بنفس الموقع، فبالتالي ما في مانع. بس أنا شو بتقترح صنف ثالث يكون قريب بعدهم؟ بده يكون عندك يعني أنا يعني أتوقع البنكرتون. بنكرتون نعم، أتوقع البنكرتون الهاس والملومة هاس ممكن أقول الثلاث أصناف. سيدي أنا عليهم. أعدك إنه هذا الكلام سيطبق. إحنا يعني في تحت إيدينا الآن حوالي 20 هكتار إعادة تجديد ريجوفينيشن. هذه نقص ونطعم من جديد اصلا، فانا راح اجربها على كم خط او كم شجره. 20 انا كمان من الاسبوع الجاي هاي ان شاء الله راح اجربها ان شاء الله. ابو علي تسمح لي، ابو علي ملاحظه تفضل. اذا زبطت قصه او فكره ابو محمد لازم تعطوه عموله على الموضوع. اذا زبطت قصه ابو محمد وبتكون تعيدوا الدوره في السنه القادمه، اخونا ابو محمد بعطي الدوره وانا بقعد بحكي عن تجربي بس. استاذنا الكبير اخونا ابو محمد الله يحييك يا شيخنا، انا مشتاق لاشوفك ان شاء الله قريب. ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك العافيه. السؤال الثاني، خطر في بالي فكره، بدل ما انه احنا يعني سين نتوقع هل بدأ جاهزية الثمار للنضج ولا لسه؟ عادة في الأصناف البطيخ والأصناف الشمام بقولوا الفترة مثلا هذه يحتاج إلى 33 يوم من الإزهار حتى الحصاد. نعم. فهي الفرايتيز هذه اللي هي إحنا نتعامل معها ممكن باي إكسبيرينس نتوقع إحنا مثلا أول مرة بسموه عملية كالتريشن، احنا نقول متى ظهر متى الحصاد من تجربتنا، حسبنا لها نقول 40-45 يوم، نعطيها زيادة 5-3 أو نقصان 3، بصير احنا بالرينج المتوقع في الحصاد. هذا واحد، هل هذا وارد؟ في الأفوكادو صعب جدا، لأنه في موضوعين بيأثروا علينا، وبجوز إخواننا في من الضفة من فلسطين أيضا بيشاركوني في هذا الكلام. أول شيء أنت عندك اختلاف تجميع ساعات البرودة راح يأثر على موعد الحصاد، هاي قضية أساسية. الموضوع الثاني أيضا اللي هو درجات الحرارة خلال موسم النضج. اتخاذ القرار في الحصاد ليس قرارا صعبا. أنا تكلمت على طرق البسيطة هذه، بس الآن في طرق حديثة أكثر ومتطورة أكثر، في أبحاث كثيرة جدا منها الـ NDVI imaging، ممكن يكون في أيضا الآن أجهزة الأشعة فوق البنفسجية، أجهزة بسيطة، يعني في شغلات كثيرة جدا. أنا تكلمت كمزارع عنده مساحة صغيرة، بس حاليا في المناطق اللي فيها زراعات كبيرة الشركات اللي هي الباكينج ستيشن، الشركات اللي هي بتدرج، هي التي الآن أصبحت هي بجيشها بالناس اللي عندها، هي تتخذ قرار متى الحصاد في هذه المزرعة في هذا الصنف ومتى الحصاد في هذه المزرعة في هذا الصنف. بس قضية أنه أنا أتخذ قرار مرة واحدة وأقول في هذا التاريخ انزل، لا، هو من الأمور الصعبة، وممكن إذا تم اتخاذ خاطئ بأربع خمس أيام أو أسبوع هذا المحصول كله يتم بس انا حاب اسمع من اخواننا في فلسطين كيف بتخذوا قرار الحصاد. يعني هي مثل ما حكيت اخوي، هي صعبه جدا انك تاخذها، يعني انه خلص 1/10 موعد القطاف بلش اقطف. هي في اكثر من عامل بحدد اني امتى انا ابلش اقطف او ما اقطف، لكن موعد وكثير شغلات بيأثر فيها، الظروف الجوية اللي مركنا فيها، درجات الحرارة، أي شيء. لكن إجمالاً يعني مثلاً حجم الثمرة، نعم، وصولها إلى الحجم الكامل ممكن تكون أحد المحددات، تلون في لون الثمرة
من مثلا الأخضر الغامق إلى اللون الفاتح. نعم. هاي أحد الأشياء اللي ممكن تكون. حتى عنق الثمار ممكن يكون إلها دور. مثل ما قلت في مختبرات ونقدر نفحص المحتوى من كمية اللي هي محتواها من الزيوت. نعم. وصلت لحده. يعني في أكثر من عامل، لكن إجمالاً إحنا عندنا مثلاً يعني بتقدر تحط رينج وتاريخ رينج يعني ما بين إمتى تبدأ وإمتى ما تبدأ فيه في القطف. يعني مثلاً صنف الأتينجر عندنا إحنا من منتصف شهر 10 فما فوق خلص، يعني معروف إنه بكون تقريباً شبه جاهز للقطف. مثلاً صنف الهاس، لا صنف الهاس أنت بتأخره لشهر 11 شهر 11 وبعد. صنف البنكرتون لسه يعني بقى تكمل 15-11 فما فوق انك تبلش فيه. مثلا صنف الفورتي كمان نفس الشيء، يعني بيجي يعني صنف القليل مثلا اللي حكيت عنه، لا هذا الصنف ممكن من شهر 8 انك مبكر. تبلش صنف مبكر ممكن انك تبلش تقطف فيه. فبالتالي انك يعني تحط معيار ثابت انه خلص بلش من هون، اتوقع هي صعبه. لا هي من أصعب القرارات أتوقع. صحيح. يعني حتى صحيح. إحنا منقول إنها ثمرة مثل ثمرة الموز، ولكن في الموز أنا دائما في عندي ثلاثة كريتيريون، ثلاث معيارات. أول شيء عندي الكاليبريشن تبع الثمرة، كم وصلت من العرض. الموضوع الثاني العمر، لأن القطف مثلا بتكلمش على مناطقنا، بتكلم على خط الاستواء، حيث الموز اللي يعني الإكوادور، دومينيكان، فلبين، هاي المناطق، إنه من وقت نزول القطف أنا عندي من 10 إلى 12 أسبوع لازم أكون شايل. فلما أدخل في الأسبوع 12 أنا بعطي قرار في المزرعة كت أول. والقضية الثالثة وهذه حقيقة يعني هي ما زالت أفكار، ولكن سنقوم ببدء تطبيقها في العام القادم في جنوب أفريقيا، أنا ومجموعة من في معنا فريق من الباحثين، اللي هي عدد وحدات الحرارة. الآن إحنا مثلاً في الموز في قانون بيقول لك، كونها إفريقيا تعتبر من المناطق اللي فيها سولار راديشن عالي واليو في إندكس عالي، بيقول لك إنه إذا أنت جمعت مثلاً 1000 وحدة حرارة بتعطي الألار رقم 1، 1100 ألار رقم 2، 1150 لازم تشيل الموز حتى لو عمره 8 أسابيع وحتى لو لسه مش واصل الحجم، لأنه لن يتحمل النقل. فاليونت احنا في الموز نحسبها درجة حرارة النهار زائد الليل على 2 زائد 14، وببدأ أجمع وحدات حتى أوصل 1150. في الأفوكادو ما زال في فكرة بهذه الطريقة، خصوصا مع انتشار الرطوبة العالية والأنثراكنوز والبوترايتس وهذه المشاكل. أحيانا قاعدين يعني بدأ كأنه في شيء اسمه كمان بوترايتس يبين عندي في العقل. ففي في في عصف ذهني أو برين ستورمينج في هذا الموضوع حتى نحاول نوصل لشيء من هذا. بس يعني بتعرف موضوع زي هذا بده بحث من 5 أو 6 سنوات حتى توصل. هلا هي قضية تحديد يعني مثلا أنا مثلا في صنف الأتينجر أحيانا شهر 9 أنت بتطلع بتشوف ما شاء الله يعني الثمر وصل حجم رهيب، لكن إنك تقطفه بهذا الشهر كارثة عظمى طبعا. تفقد بعد فترة ما بتشوف إلا المحصول خربان من جوا أسود صار، ويعطيك العافية. فبالتالي يعني حتى قضية إنك طلع قضية الحجم كمان هاي من الأشياء اللي مش صحيحة كمان. طبعا خصوصا إنه إحنا في الحجم في معاملات الأسمدة إذا خزنت تقريبا خلينا نحكي 25% من وحدات البوتاسيوم قبل موسم البرد وأعطيت من البداية كميات بالتدريج عالية، ستجد حالك وصلت للحجم قبل شهرين الحصاد خلاص 100%، والباقي ثمار معلقة قاعدة بتقسى وبتصب بروتينات وإلى آخره. صحيح. فموضوع الحجم يبقى دائما أيضا من النقاط الصعبة شوي. نعم صحيح. نستقبل مداخلة من مهندس حاتم. مهندس حاتم بيقول لك إيدي وجعتني بقالي ساعة رافعة، تفضل يا أبو يوسف. تفضل مهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضل مهندس. أولا أنا عندي توضيح ثم شكر ورجاء ثم شكر ورجاء، فاستحملوني دقيقتين. خذ معك 5 يا سيدي. أبو يوسف.
مهندس حاتم ما في صوت من عندك. مهندس حاتم فيش صوت. طيب نشوف احد الاخوه اذا حدا باقي. خلص خلينا اذا ابو يوسف يعني شكر الرجاء هو اللي عمل له مشكله يا ابو. ما هذه هي. مهندس نبيل. مهندس نبيل. يا مهندس اياد بس انا تفضل سيدي. الله يعطيك العافيه. بس بسالك بالنسبه للمشتل. للمشتل نعم ذكرت قبل فتره باحد يعني المحاضره اللي قبل هاي يعني انت بتشجع انه يكون مثلا ناس يستثمر مشتل يساوي مشتل متخصص بالنسبه للافوكادو. نعم يعني برايك مثلا لو حدا يعني مثلا فكر بهيك مشروع نعم يكون مجدي مضبوط. والله سبحان الله لسه اليوم كنا نتناقش في الموضوع ومبارح مع جمع من المهندسين ومنهم اخونا ابو محمد المهندس ياسر ابو سنيني فسالني يعني فتحنا هذا الموضوع فكان النقاش انه هي في مثل سوري دمشقي قديم يقول لك الجاجه من بعضها والبيضه من جاجها او شيء زي هيك. فالموضوع هو مجدي؟ لا هو مجدي بشكل كبير جدا وهو عباره عن اكيد المهندس ايمن العالم بيشاركني في هذا الراي هو عبارة عن خبرة فنية لا يستهان بها وهو عبارة عن عملية دقيقة وأنا أعتقد واعتقاد جازم ليس اعتقاد من باب الظن لغة إنه الاستثمار في أو الخبرة الفنية أو الدقة الفنية المطلوبة في مشتل الأفوكادو هي دقة فنية شديدة جدا 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 وخبرة فنية كبيرة جدا جدا يجب الوصول لها. فالقضية تبقى انه اول شيء انا يعني انك انت تقوم بمشتل مبني على انك انت عندك مهجنين واصناف جديده والى اخره هذا زي ما بتقول يتبع ولكن يحتاج الى وقت ويحتاج الى بحث وتطوير طويلين. يعني بجوز اخونا ابو محمد المهندس وليد الجماعه اللي بيشتغلوا في بذور الخضار بيقدر خلال 4 أو 5 سنوات يطلع صنف مثلا خيار ممتاز أو 6 سنوات أو يطلع صنف بندورة أو طماطم ممتاز ولكن زي ما أنت شايف صنف الأفوكادو أو صنف الموز أو صنف المانجا كل 20-30 سنة لما يطلع صنف أو صنفين وليس هذا من الأمور السهلة لأنه مش موضوع باكي كروس لوحده لا بحاجة لفحوصات وإلى آخره. أما كموضوع مشتل لا أنا بقول لك هو مجدي وخبرة فنية ممتازة. أنا كان اقتراحي مشاركة أحد المشاتل العالمية اللي عندها أصلاً أوريدي السيد بانك تبعها سواء في البذور أو الكلونل ويحصل نوع من أنواع الاتحاد معهم ولكن يجب قبل هذه الخطوة أن تضمن السوق إنه وين رايحة هذه الأشتال. فالموضوعين لازم يمشوا مع بعض بطريقة متوازية وأنه أعمل مشتل بس أكون ضامن أنه تسويقي جيد وهذا اللي إحنا بننادي فيه. أنا في اعتقادي يعني أتوقع السبب في هذه الندوة وما قبلها ورشة العمل اللي حصلت في السنة الماضية قاموا بها نقابة المهندسين الزراعيين دعونا إلها أيضا مشكورين أنه الآن أنت في منطقة عربية ما عادت الزراعة التقليدية فيها مجدية يجب أنه إحنا نقوم بتغيير نمط الزراعة تبعنا بمحاصيل جديدة والأفوكادو هو أهم المحاصيل المطروحة على الطاولة أنه يا جماعة لا بمشي إخواننا في فلسطين المحتلة محققين نجاح قصة نجاح يعني ترفع لها القبعات هذه الكلمة تكلمت في أول يوم. ف المشروع ممتاز يحتاج إلى استثمار ليس بسهل يحتاج إلى علاقات ولكن كله قابل أنك أنت تحصل عليه ولكن أنت بحاجة إلى أنك تقنع الناس أنها أيضا تزرع هذا الصنف. ففي اعتقادي المشروعين لازم يمشوا بالتوازي. أما هو مجدي لا مجدي جدا. طب معلش مداخلة ثانية ما أعرفش بالنسبة لتيشو كلتر الأفوكادو عندك خلفية عندك
هو سؤال سئل بالأمس أتوقع للأسف يعني، وحقيقة لا يوجد حتى الآن شغل تيشو كلتشر على الأفوكادو، ما مر علي. سألت الإخوان في فلسطين أيضا ما مر عليهم، ما هو السبب، ما هي الأشكال، ما هي الخطة، ما حدا اشتغل عليها حتى الآن. أخونا وليد يقول يمكن ويمكن ويمكن، احنا نثق فيه، قامة زراعية مشهورة وقديمة خبرته طويلة وممكن يساعدنا في هذا الموضوع، بس هو مشروع وطني خلينا نسميه، لازم كلنا نبدأ فيه مع بعض ونستفيد من كل الخبرات. وفي اعتقادي انه ليس ببعيد انه المنطقة العربية كاملة بين مصر والأردن انها تصبح بلاد، وجزء من سوريا تصبح بلاد منتجة للأفوكادو بكميات كبيرة. قصة نجاح اخواننا في فلسطين الحبيبة رائعة، قصة نجاح اخواننا في لبنان ممتازة جدا، فليش احنا ما بدنا ننجح يعني؟ فهذه هي الفكرة يعني. قريبا ان شاء الله اتواصل معك باشمهندس. حياك الله يا سيدي في اي وقت انت وجميع الاخوة. مشكور مهندس نبيل. مهندس حادم تفضل. مهندس حاتم السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه معكم. السلام عليكم. معلش النت فصل بس. لا بسيطة تفضل. تفضل باشمهندس. مهندس حاتم. أبو يوسف شكله في مشكلة إنترنت عند المهندس حاتم. طيب خلينا نستكمل بالمداخلات، في عنا استفسارات كثيرة ومشاركات على الشات بوكس. شو ممكن الاستفادة من ثمار الأفوكادو غير التحليل؟ هذا سؤال من مهندس قطيبة. غير التحليل. سؤال مش واضح. ياريت إذا مهندس قطيبة معنا يوضح لنا أكثر عن سؤاله. في معنا أيضا، هل تعتبر ثمرة الأفوكادو كلايمتريك؟ غير التحليل. وليس التحليل. طبعا زي ما تكلمت انا في اليوم الاول، هنالك استعمالات كثيره. الاستهلاك الطازج هو المهم، الزيت ياتي في المرحله الثانيه، في استعمالات غير زراعيه وهذه قد تكون دائما مصدر للجريد 2 او الريجكت مثل ما بنقول، اللي هو الكريمات وهذه الامور. التخليل يعني في اعتقادي التخليل، انا ما صراحة حتى أكون صادق معكم، أنا زلمة مزارع وشغلي في الحقل، ودائما كنت بحكي البضاعة بس تطلع من عندي من باب المزرعة تنتهي علاقتي فيها، بس ما بعرف إذا في تخليل ولا لا، ما عندي فكرة بصراحة. إذا أخونا أيمن بعرفش إذا عندكم مصانع تخليل. لا طبعا يعني أول مرة بسمع فيها قصة التخليل، مثل ما حكيت يعني ممكن كريمات، مواد التجميل، كوكتيلز طازة، لكن عصائر بس يعني ما في تخليل. في سؤال، هل هي كلايماكتريك ولا لا؟ نعم هي كلايماكتريك، والفرق بين الكلايماكتريك والنوت كلايماكتريك انه ثمار الكلايماكتريك هي الثمار التي انت لما تقطفها بتاخذ وقتها بتنضج ويستمر نضجها، بتاخذ وقت طويل. يعني هو بصراحة الأفوكادو والموز قد لا يتبعان هذا التصنيف، ولكن إذا بدنا نحكي إلى الفسيولوجي لا هما كلايماكتريك. أسئلة أخرى. مكونات الثمرة قبل النضج وإلى ماذا تتحول بعد النضج؟ ما مش عارف أخونا محمد ما قصدك بالضبط بهذا السؤال، قصدك إيش اللي بيزيد نسبة السكر إذا كنت تتكلم على بريكس مثلا ولا؟
يعني مثلا في في الشمام بكون كربوهيدرات بتحول الى سكريات، في الأفوكادو بتحول ايش بكون اصلا مركباته مشان يصير يعني دهنيه، واللي هي الاصل دهنيه بتكون. لا هي في الاصل دهنيه، نسبه الكربوهيدرات الى السكر او السكر الثلاثي الى الاحادي لا تتغير كثيرا مع كل مره بعده. يعني هو ايش العمليات اللي بيستلزم داخل الثمره مع النضج بتصير؟ بقول لك مع النضج ايش الفسيولوجيا اللي داخل الثمره بتتغير؟ نسبه الرطوبه ابو محمد بشكل اساسي، البريكس او نسبه السكر، ولكن يعني مش سيجنيفيكانت كثير. لما نحكي مثلا احنا في العنب بتتحول من 5 او 6 الى 15 16 17 تصل الى 20، بس الافوكادو لا، يعني في اولها اخرها، اولها 6 واخرها 9 مثلا. يعني مش هالفروقات الكبيرة. لا مش هالفروقات الكبيرة، بس هي نسبة الرطوبة أكثر شيء. نسبة الزيت بشكل أساسي طبعا. يعني أتوقع هذول أهم موضوعين. طيب ملاحظة بس كنت أحكيها لأخونا أيمن، بما أنه هو بيستعمل الريدوميل جولد وبيجيب نتيجة، الريدوميل جولد هو متخصص الفيتوكسورا والبيثيوم وليس الفيزاريوم، فعشانك انا سالت هل تحقق يعني تاكدوا من التعرف على الفيزاريوم. هذا واحد بس اللي حبيت اضيف له اياها، اذا بتاكدوا منها مزبوط، اذا الريدوميل جولد جاب نتيجه وممتازه للفطر اللي بتنقله هذه الحشره، معناها هذا يستبعد يكون، او الاحتمال الاكثر ناش نقول يستبعد، الاحتمال الاكبر هو بيثوم وفايتوفثورا. يعني كلامك صحيح 100%، وخليني بس اتاكد 100% من السبيشيز اللي طلع الفطر. نعم ممكن انه كلامك. نعم لانه البي ال ريدوميل جولد ما بجيب الفيزاريا. كلامك ما في اي نقاش، يعني خلينا اتاكد بس انا من الفطر، لانه هو انعزل وفي جامعه فلسطين التقنيه وطلع فيه وتسجل ونعم وتم نشر البحث تبعه، فخليني انا اجيب البحث وتأكد 100% منه إن شاء الله. وتأكد بالله تجرب H2O2 لهيدروجين بيروكسايد، هذا بتعمل إيراديكيشن لمعظم الفطريات النافعة والضارة أبو محمد. يعني أنا مش حاب أعلق، هو أنا مرضيتش أحكي هسا هل إنه هي بتجيب كل شيء النافعة والضارة يعني معلش. لا هو يستخدم، هو مسموح لكم استعمالها في الأردن، بس في دول أخرى ممنوع. بس نعم في الأردن هو مصر مستخدمه. لا هو اللي صاير كالتالي، هو للهيدروبونيك أحد وسائل تطهير المي من البيثيوم والفيتوكسرا والسكروتين والحاجات هاي. نعم وعشان هيك أنا يعني في الهيدروبونيك هو مستعمل، هو مش مصرح بس أنا بدل على حل. أيوة. ممكن يتعامل معه إذا واحد يواجه مشكلة، هذا الحل الأمثل له، وهو المادة موجودة في البلد أصلا. لا هي المادة رخيصة جدا وتستعمل زي ما حكيت أنت محطات تحليات المياه في كل مكان، بس يعني الهيدروبونيك مستخدمة رسمي. في الهيدروبونيك، بس إحنا في التربة في محاذير كثيرة أو علامات استفهام كثيرة على استعمالها لأثرها على الكائنات الحية الدقيقة النافعة في التربة فقط لا غير. هذا موضوع ثاني. ما هي نتائجها؟ بالعكس ممتازة جدا يا سيدي، أمركم نستفيد وبارك الله فيكم جميعا. حياك الله يا أخي. السلام. في سؤال، معدل إنتاج شجرة الأفوكادو من أخونا قتيبة عبيدات، والمهندس أيضا أخونا أنس المحار، ما توقعك لمعدل إنتاج الأفوكادو في الأردن؟ حقيقة يعني إحنا ننظر إلى إخواننا أحبائنا في فلسطين الحبيبة قاعدين منتجوه، أتوقع أخونا أيمن قال إنه بسهولة هو بين 40 إلى 45 طن في الهكتار، 4 إلى 4.5 في الدوم، وأنا متأكد إنه في مزارع بتنتج أكثر. أنا في اعتقادي إذا إحنا اشتغلنا حسب الموديل الأمثل اللي أنا يعني أتوقع إنه هو الأمثل حتى الآن، واللي إخواننا اللي هم مزارعين هون معانا أو مهندسين لهم علاقة في الموضوع قالوا إنه هو الأمثل، إني أنا بحط 30 شجرة في الدنم أو 31 شجرة في الدنم، يعني بزرع 4 في 8،
بعتني في المادة العضوية بشكل جيد، برفع على مصاطب، أو إذا بديش أرفع على مصاطب بيكون تحضيري للسيد بد ممتاز، برنامج الري عندي ممتاز والتسميد ممتاز، بحاول فدان يا باش مهندس، الآن بتكلم فدان يعني بنتكلم في 120 شجرة في الفدان. لا خلينا أتكلم على مساحة على إنتاج للدنم شباب. فأتوقع أنه إحنا بكل سهولة نستطيع أن نصل إلى 3 طن للدنم في السنة الثالثة، وفي الرابعة والخامسة ممكن نوصل دائما من 3.5 إلى 4 مع العناية الجيدة. تمام، الآن في بعض المناطق في الأردن قد تحتاج إلى تغطية، بيكون إنتاجها إذا تم العناية بالتقليم والتلقيح بشكل جيد أفضل. يعني هذه توقعات، وفي اعتقادي هذه أرقام سهل الوصول لها إذا إحنا وضعنا عدد الأشجار الصحيح وأسسنا بشكل صحيح وعملنا قائمة المخاطر تأكدنا منها أن كل نقطة موجودة فيها وعالجناها قبل الزراعة. فإحنا نتكلم في النهاية يا باشمهندس حاتم على 12 إلى 16 طن في الفدان. مناطق شرق عمان مناسبة، لا أتوقع ذلك. إذا كنت تتكلم مثلا على الدهيبة أو ما حولها، اللبن، ممكن مأدبة، لأنه يعني إحنا تكلمنا على قضية أنه يكون درجة الحرارة أثناء موسم التزهير المتوقع في شهر 3 يبدأ، ممكن 4، لا تقل عن 10 درجة مئوية في الليل. إحنا اليوم 27.3، الليلة القادمة ستكون الحرارة 5، أو هذه الليلة والليلة القادمة ستكون أيضا 5. فتخيل أنه ممكن تزرع أفوكادو اليوم ويجاك ليلتين في درجة حرارة 5 أو 6، اقرأ على محصولك في هذا العام السلام. إذا أردنا أن نزرع في مناطق شرق عمان، أنا أقترح وهو اقتراح فقط أنك أنت بدك تزرع وتغطي، ولكن ليس بالشبك، بدك تغطي في بلاستيك، نفس السيستم بس بدك تغطي في بلاستيك، قد تكون نسبة النجاح أفضل. وهذا مش شيء بعيد، في بعض المناطق في كينيا اللي مرتفعة، ارتفاعها 3600 متر عن سطح البحر، طبعا كل كينيا مرتفعة 3 إلى 4 آلاف، بس فيها مناطق باردة في الشتاء بزرعوا تحت البلاستيك، بس يعني التكلفة هي العامل المحدد بعد ذلك. مهندس، في سؤال، هل توجد مزارع في جنوب أفريقيا قامت بتطبيق شهادة الجلوبال جاب؟ جميع المزارع في أفريقيا التصديرية لازم تكون حاصلة على الجلوبال جاب، ولازم تكون حاصلة، جزء كبير منها حاصل على الرين فورست، وجميعها يجب أن تكون حاصلة على التريد فير أو الفير تريد عفوا. نعم، معنا أيضا سؤال، ما مدى تأثير مبيدات الأعشاب على أشجار الأفوكادو؟ أظن أنه هذا السؤال تم الإجابة عليه. تم الإجابة عليه، نعم. في استفسار من مهندس فواز، أنا بدي خلاصة لعنصر الكالسيوم، وحسب ما فهمت من مسجه أنه تعرض لخسائر بسبب مرض العفن الطرف الزهري، ما هي خلاصة تجنب هذه النقص؟ نريد حل لإيصال هذه العنصر بطريقة سلسة للثمرة. أنا يعني اسمحوا لي حتى يعني لا نعيد النقاش اللي حصل أمس، أنا بإذن الله يعني بعد المحاضرة رقم هاتفي وبريد الإلكتروني راح يكونوا متوفرين على المجموعة وعند أختنا المهندسة ألاء، متاح للجميع في أي وقت، يا مرحبا بكم. يعني هي بس قضية واحدة، أنا مزارع، أنا بنام يعني بعد العشاء وبصحى الفجر، بس بينهما طول اليوم أنا موجود ومتاح لأي سؤال في أي وقت، يا مرحبا بكم. فأنا أخي اسمح لي خلينا نناقش هذه النقطة لأنها نقطة طويلة جدا، إذا الآن بدي أبدأ أتكلم عنها صدقني لن أنتهي قبل ساعة. فمعلش عشان وقت الإخوة أسئلتهم، لأنه الموضوع خارج عن النطاق، خلينا نناقشه بيني وبينك. أنا جاهز إني أبعث لك كثير مراجع وأعطيك كثير معلومات وأدلك على كثير حلول بعد المحاضرة. رقمي سيكون متاح للجميع وإيميلي راح يكون متاح للجميع. سؤال من مهندس فادي، شو الاحتياجات المائية بالمقارنة بالأشجار الأخرى؟
لا هي تكلمنا عن هذا الموضوع وتكلمنا احتياجات، خلينا نحكي بشكل عام حتى ما نتكلم ونتوه بيننا وبين الإخوة في الأرقام والحسابات. نفس احتياجات الحمضيات ونفس احتياجات المانجا خلينا نقول، وربما تقل عنها كثيرا لأن عدد الأشجار في الدنم بيكون أقل، بس هي تقريبا نفس احتياجات الشجرة، بس لما نحكي لدنم راح تكون أقل شوي لأن عدد الأشجار أقل. رش المبيدات لمكافحة الثريبس مثلا أثناء الإزهار، نعم، بس أنا بفضل ما قبل الإزهار أو عند بداية الإزهار. إذا اضطررنا إلى الرش أثناء الإزهار نستخدم مبيد آمن على النحل، نستخدم مبيد آمن على الأزهار، لا نستخدم أي مبيدات ممكن تعمل مشاكل. والمجموعات الكيماوية كثيرة جدا، لست بخبيرا بها، في أكيد معنا ناس خبراء أكثر مني فيها، منهم أخونا المهندس ياسر أبو سنيني، أكيد أخونا أبو محمد. بالنسبة للمجموعات الكيماوية بس، ممكن رش البرون والزنك لتثبيت العقد والتخفيف من تساقط الأزهار، ومتى يرش أي شيء بدك ترشه حتى يثبت الأزهار أو يثبت العقد كله مفيد. أنا ما بقول لك في شيء مفيد، كله يساعد، ولكن يا أخوانا قضية ثلاث قضايا أساسية بالنسبة لي، كله يساعد بس الأساس أنه أنا أعطي دفعة النحاس هذه قبل التزهير، الأساس أنه أنا أتأكد أنه محتوى الكالسيوم في الزهرة أثناء التزهير كافي، والأساس أنه يكون عندي نحل للتلقيح. هذول الثلاثة أهم من أي شيء آخر بعد ذلك. مهندس إياد، أنا زودت زملائنا برقمك على الشات بوس. مشكورة، وهي أنا بزودهم أيضا في إيميلي. هل باقي أي أسئلة أو أي مداخلات؟ أي سؤال، أي استفسار تاني مهندسينا؟ في معنى مهندس حاتم عامل ريزان، بس ما بعرف مهندس حاتم. أنا، أيوة، السلام عليكم. أخيراً، تفضل. مش عارف، أنا في حد بين جواسيس داخلين بيقطعوا الحديث أيوة. بمصر والأردن. صف النية يا سيدي. ماشي. طيب، يعني مش هكرر شكري بقى للنقابة مرة تانية عشان ما يقطعش الخط. حابب بس أقول مش عايزينها تكون إن شاء الله آخر مرة، واعتبروني أنا والجماعة اللي معايا هم اللينك بينكم وبين هنا، وياريت تعملوا كده جزء للجماعة المنتسبين من خارج الحدود، يعني من أماكن أخرى، يعني حتى لو باشتراك مفيش مشكلة، عشان أبو محمد بيحب الحاجات دي. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني برضو حابب طبعا أشكرك جدا على المجهود اللي أنت بذلته معانا خلال 4 أيام اللي فاتوا، وأشكر برضو مجموعة الزملاء المشاركين، استفدنا منهم برضو، استفدنا معلومات كويسة ومعلومات ممتازة، ورجائي إن احنا محتاجينك تظهر أكتر في تخصصك اللي احنا بنحبه بقى منك، وطبعا أنا شهادتي عنك هتكون مجروحة، وهو موضوع التغذية والعناصر، ده بيهم ناس كتير خاصة مع التطور اللي العالم كله النهاردة ماشي فيه، من حيث موضوع التسميد والأسمدة والتغذية الذكية والأسمدة الذكية والقصة دي كلها، فحبينك تظهر أكتر وتتكلم بقى في تخصصك الأعلى، يعني اللي احنا بنحب دايما نسمع منك الجديد دايما يعني، وانت عارفنا احنا محبين للجديد زيك بالضبط ومتدار عليه. الله يكرمك وبارك فيك يا رب. بس فأتمنى أنها ما تكونش آخر مرة، وأعتقد المجموعة اللي معايا بيشاركوني الموضوع ده. أتوقع أنه إحنا، أنا بما أني في أول يوم عرفت عنك بأنك إن شاء الله ستكون يعني ضابط ارتباط، طبعا هذا الموضوع لأخوان في النقابة أنا وياك ضيوف عليهم، بس خلينا نقول أنه أخونا أبو يوسف المهندس حاتم فكري خليه يكون ضابط ارتباط بين النقابة وبين الإخوة الأحباء اللي نحبهم جدا في مصر. احنا ممكن اي دورات دائما المهندسة آلاء او المهندس طويقات يحاولوا لك اياها دائما، وانت تدري من تحب، وبالعكس احنا يعني بنكون دائما نتشرف بحضور الاخوة من جميع الدول، يعني في الاخر كلها تبادل خبرات، لا يوجد انسان ممكن انه هو يكون يفهم كل شيء في كل شيء او عنده خبره كل شيء في عن كل شيء في 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 كل مكان. احنا المزارعين نتعلم مع بعض من بعض كل يوم، والمهندسين الزراعيين نتبادل خبرات كل يوم،
وكلنا مع بعض إن شاء الله نستطيع إنه إحنا نوصل إلى 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 فكرة تكون ممتازة ومفيدة للكل. أنا كثير استفدت جدا من أخونا أيمن العالم، أكرر له الشكر دائما وأبدا. الله يسعدك أخوي، إحنا تلاميذ عندك. الله يسعدك. الله يسلمك. أستغفر الله. الله يبارك فيك. أخونا وليد أو محمد يعني استفدنا كثير منه أفكار في المشاتل وفي الكذا، يعني هذه الطريقة اللي إحنا لازم دائما نسعى لها ونحاول نوصل للصح. في الآخر العلم يتطور. الأفوكادو قبل 50 سنة كنا نقرأ عنه، قبل 30 سنة كنا نشوفه بالتلفزيون، قبل 10 سنوات كانت بعض الناس تجربه، اليوم زي ما قلنا في عمان بشقيها الشرقي والغربي في أكثر من 300-400 محل كل يوم الصباح بتلاقي فيهم أفوكادو. فالذوق المستهلك يتغير وإحنا لازم نتغير معه. فهذا هو ما نتمناه، تبادل الخبرات، تبادل الأفكار، تبادل. وصدقني إحنا كمزارعين عرب لسنا أقل من غيرنا، إحنا بس بدنا تتاح لنا فرصة، وصدقني نستطيع أن نبدع جدا، وربنا يكتب الخير للجميع. نشكركم جميعا إخواننا الأحبة من مصر وإخواننا الأحبة من فلسطين ومهندسينا وزملائنا في وطننا الحبيب الأردن. أتمنى أني أكون يعني وصلت معلومات مفيدة للجميع، أتمنى أنه يكون الكل استفاد. سيكون لنا لقاء آخر إن شاء الله. هذه بإذن إخواننا أو حسب إخواننا في النقابة، متى ما احتجتونا نحن جاهزين أو جاهزون، وربنا يكرم الجميع. ونتمنى أنه دائما كلنا نعمل يد واحدة لخدمة أوطاننا والارتقاء فيها وتحسين صورتها، والزراعة دائما هي الأساس. إحنا كمجتمع أردني ولا كمجتمع مصري ولا كمجتمع فلسطيني، لا ننسى دائما أنه 65-70% من شعوبنا بطريقة مباشرة غير مباشرة هي تقتات وتعيش على الزراعة. أشكركم جميعا مرة أخرى ومساءكم سعيد. بعرفش أختنا المهندس، أنا بس حابب سلامي لأبو محمد المهندس أسر أبو سنين اللي حببنا في النقابة أصلا من قبل الموضوع ده ب2-3 سنين لما كان دايما بيشارك على الصفحة بتاعته أخبار عنها. سلام كبير لي يعني، وإن شاء الله ابن يوسف الله يجزيك خير يا سيدي حبيبي، منتظرينك في مصر. أنت وعدتنا بزيارة قريبة بقى يعني. لا قريبة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أنا كما ذكرت إحنا حريصين إن يكون عندنا ضباط ارتباط. ممكن قانون النقابة لا يسمح بانتساب مثلا غير صاحب الجنسية الأردنية، هذا قانون، لكن حقيقة أنتم أخوة وأحبة وأنتم أهل البيت يعني. فيعني حريصين جدا في موضوع التدريب والجهد اللي عملناه النقابة لأن يكون عندنا ضباط ارتباط، هذا شيء بيشرفنا صراحة. تسلم تسلم تسلم، شرف لينا، ونتمنى دائما نكون متواصلين. طبعا احنا متواصلين خارج الموضوع اللي احنا فيه، ولكن نتمنى دائما التواصل حتى مع الإخوة 100 أو 120 واحد اللي كانوا موجودين النهاردة. شرفنا بيهم ومتواصلين دائما إن شاء الله، متشكرين ليكم. وبالنسبة لموضوع ضابط الارتبار ده، أنا ما عنديش مشكلة، أنا كلمة ضابط دي على طول معي يعني، فما عنديش مشكلة. وارقام التواصل عندكم يعني، لو في الإيميلات موجودة، لو في أي حاجة إن شاء الله قريب إحنا جاهزين يعني. وتسلموا، متشكرين جدا ليكم. شكرا. قواك الله أبو علي وحفظك الله إن شاء الله. الله يكرمك. ضابطة ارتباطنا جميعا المهندسة ألا، بقي شيء أم نودعكم؟ مهندس بارك الله في جهودك، وشكرا للجميع وشكرا للكل على المشاركة. أكيد إحنا موجودين بالخدمة في أي وقت، أي استفسارات تانية الجروب موجود والمسجات موجودة، إحنا حاضرين في كل الأوقات. الله يعطيكم ألف عافية ومشكورين وبارك الله فيكم. شكرا شكرا جزيلا للجميع، أسعد الله مساكم بكل الخير. السلام عليكم. السلام عليكم.